السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. في يوم واحد ميسي ورونالدو خارج كأس العالم روسيا 2018، ميسي بيخرج في المباراة الأولى ورونالدو في المباراة الثانية، يعني في يوم حزين على الكرة العالمية. نجمين كبار وأعظم لاعبين في العالم كله حققوا الكثير جدا من البطولات على المستوى الشخصي أو حتى مع الأندية وكمان مع منتخباتهم، لكن حظ رونالدو أعلى شوية من ميسي مع منتخب البرتغال. ميسي يعني مباراة ممتعة، يعني مباراة نهائي مبكر ما بين فرنسا والأرجنتين، لكن منتخب فرنسا بالقوة الضربة اللي موجودة عنده، بالسرعات الرهيبة اللي موجودة في خط هجومه مع لاعب زي كانتي اللي قدر يقطع مية ونور عن ميسي خلال أحداث المباراة. كمان مدير فني خورخي سامباولي، زي ما حضراتكم أكيد تابعتم وشفتم، مدير فني يفتقد إلى يعني أسلوب فني أو طريقة تكتيكية داخل الملعب، فقيرة فنيا جدا، عدم الاستعانة بديبالا، عدم الاستعانة بهيجوين، عدم الاستعانة بإجواره من البداية. ممكن يكون في بعض التحفظ على هيجوين، لكن إجواره ما ينفعش يكون على مقاعد البدلاء في مباراة مهمة زي مباراة فرنسا وفي دور الـ16. كمان بنتكلم على أن منتخب البرتغال أمام المنتخب الأقوى دفاعيا في البطولة، منتخب أورجواي 9 نقاط من 3 مباريات، منتخب أو من المنتخبات أصحاب العلامة الكاملة، 3 فوز لم يدخل مرمى أي هدف، فبالتالي كان أول هدف يدخل مرمى في بطولة كأس العالم كان في مباراة البرتغال. شفنا يعني 2 مهاجمين من أقوى المهاجمين في العالم، سواريز أو كافاني، بنشوفوا إزاي بيلعبوا مع بعض، إزاي بيخلقوا فرص، إزاي بيتعاملوا مع بعض كأنهم بيلعبوا لسنين طويلة في نفس النادي، ده بيلعب في دوري وده بيلعب في دوري، لكن التواجد والتفاهم بينهم وبين بعض موجود. رونالدو لوحده مش هيقدر يعمل حاجة، لكن ميسي كان فيه كتير جدا من اللعيبة اللي المدير الفني لم يستعن بيهم في التشكيلة الرئيسية والأساسية، ما دفعش بيهم. ديبالا بيشارك 22 دقيقة فقط في 4 مباريات في كأس العالم، إجواره احتياطي في مباراة مهمة وأيضا في المباراة الماضية، بنشوف يعني بادئ بدون رأس حربة، فبالتالي ما فيش أي خطورة حقيقية على لمنتخب الأرجنتين على حساب منتخب فرنسا. منتخب فرنسا ديدي ديشامب عمل يعني عمل اللي عليه، بدأ بفكره يعني واضح ان هو مذاكر منتخب الارجنتين كويس قوي. ناس كانت فاكراه من البدايه ان هو بيدافع، بالعكس هو كان بيتبع سياسه خاصه، هو اللعب بطريقه دفاعيه مع الاعتماد على السرعات اللي موجوده في خط هجومه وخط نص ملعبه. كان بيلعب بباجبا بيتحول بيه من الدفاع الى الهجوم مع اللعب الكرات البينية في ظهر الدفاع الأرجنتيني، اللي واضح جدا جدا عليه عدم وجود انسجام، عدم وجود خبرات، بطء شديد جدا. ماسكيرانو شفنا في نص الملعب مش قادر يجاري لاعبي خط هجوم منتخب فرنسا، بنتكلم في مبابي، بنتكلم في يعني بوجبا، بنتكلم على جريزمان، بنتكلم على ماتودي، بنتكلم على لعيبة كتيرة جدا موجودة في فرنسا، ده غير اللعيبة اللي تم استبعادها أصلا في كأس العالم، غير اللعيبة اللي موجودة على مقاعد البدلاء، وبالتالي منتخب فرنسا يستحق ان هو يكون موجود في دور الـ8، يستحق الفوز على منتخب الأرجنتين بـ4 أهداف مقابل 3. فعلا هي نهائي مبكر، كلنا كنا متوقعين ان هي مباراة تكون في أضيق الحدود، تكون حتى في النتيجة نتيجة صغيرة، لكن المتعة والإثارة كانت مع المنتخب الفرنسي اللي قدر يعود من المباراة من 2-1 إلى 4-2 ومن ثم 4-3. منتخب أورجواي أخذ اللي هو عايزه من المباراة، عنده خط دفاع قوي جدا، عنده خط هجوم قوي جدا. أعتقد منتخب أورجواي واحد من المنتخبات اللي احنا ما شفناهمش كويس في دور المجموعات، مرورا بمباراة مصر ثم السعودية، بدأ أن هو يفوق في مباراة روسيا وأيضا في مباراة البرتغال. والمنتخب فرنسا بيلاقي منتخب أورجواي أو هيلاقي منتخب أورجواي في دور الـ8، وأكيد هتبقى مباراة قوية جدا، مباراة أكيد هتبقى ممتعة، هنشوف منتخب أورجواي في تجربة أقوى من تجربة المنتخب البرتغالي.
مش هقول كده على فرنسا، فرنسا كان بتلعب خصم قوي، بتلعب خصم عنده نجوم، فبالتالي من تجربة قوية إلى تجربة قوية تانية أمام المنتخب الأورجواني بقيادة سواريز وكافاني وجودن وخيمينيس في الدفاع. شوف أكيد مباريات قمة في كأس العالم، وأكيد إحنا اللي في الآخر بنكون مستمتعين. هبدأ مع حضراتكم أكيد بالأخبار، لكن النهاردة هيكون معايا ضيفين علشان نتكلم معاهم على كأس العالم ونتكلم على قضايا كتير جدا ومواضيع خاصة بالكرة المصرية أو مستقبل الكرة المصرية. هل مدير فني أجنبي؟ هل مدير فني مصري؟ هل منتخب مصر قادر على العودة من جديد إلى المنصات التتويج الأفريقية وأيضا صعودنا لكأس العالم؟ إزاي نبدأ خطة الاستعداد؟ إزاي نستعين إن شاء الله مدير فني يكون على أعلى مستوى؟ كمان هل الوقت هيقدر إن إحنا يسعفنا بالاستعانة بمدير فني على أعلى مستوى، ولا نبدأ بمدير فني مصري مؤقت ومن ثم نبدأ إن إحنا نجيب مدرب إن شاء الله يقدر يقود منتخب مصر إلى البطولات والى الالقاب؟ هيكون معايا طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن ماهر همام، وايضا الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، ان هو عضو المكتب التنفيذي بالفيفا، وبالتالي هيعود لروسيا يوم 8 يوليو لحضور نهائي المونديال. اكيد طبعا شرف كبير جدا وفخر لينا ان اكيد واحد من المصريين يكونوا موجودين في المكتب التنفيذي للفيفا، وان هو يكون حاضر نهائي كاس العالم اللي الله اعلم يكون ما بين مين ومين. يعني كلنا شفنا المستويات، كل الفرق قويه، كل الفرق بتسعى انها توصل للمباراه النهائيه، واكيد شرف ما بعده شرف حضور مباراه نهائي كاس العالم، وايضا للفريقين شرف ليهم كبير جدا جدا وصولهم لاقوى بطوله عالميه على مستوى المنتخبات. مستر هكتور كوبر بيعود للقاهره بعد اسبوعين لحضور تكريم الجبلايه. احنا اكيد شعب طبعا، يعني شعب طيب، شعب جميل، شعب بنقول شكرا لكل الناس اللي تعبت معانا، لكل الناس اللي عملت مجهود معانا، لكل الناس اللي ساهمت معانا في اي عمل، سواء عمل حصل وتم في الاخر بنجاح او لم يكلل بالنجاح اللي احنا كنا مستنيينه. لكن مستر هكتور كوبر كان موجود في قياده منتخب مصر في الفتره اللي كان موجود فيها، قدر انه يصعد بمصر لبطوله الامم الافريقيه وايضا للمباراه النهائيه، وبالتالي خسر امام منتخب الكاميرون، كمان وصل بينا بعد غياب 28 سنه عن بطوله كاس العالم. الاداء اكيد كان مخيب، لكن يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نتعلم الدرس كويس جدا ونبدا ان احنا نستعد ليه المونديال القادم من بدري، علشان يكون عندنا كافة التفاصيل ويكون عندنا دايما، ما عندناش عنصر المفاجأة لما نروح نتفاجأ بالأحداث، لا عايزين نبقى محضرين. وبالتالي نتمنى بس إن شاء الله إن اتحاد الكورة يبدأ إن هو يعرف السلبيات والإيجابيات علشان التجربة القادمة تكون أكثر نجاحا إن شاء الله. خبر بيقول إن مستر في مرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر، يعني فنجادة المدير الفني السابق لنادي الزمالك واحد من المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر. أنا ما أعتقدش أن الخبر ده ممكن يكون صحيح. منتخب مصر يعني أكيد مستر فنجادة مدير فني كبير وحقق نجاحات مع نادي الزمالك، لكن منتخب مصر محتاج اسم أكبر، لازم يكون عندنا مدير فني زي رينارد ده، يعني واحد من المدربين اللي عرفوا يصنعوا تاريخ ويكتبوا تاريخ في قارة أفريقيا مع منتخب زامبيا، مع منتخب كوتيفوار، مع منتخب المغرب، المنظومة اللي كان بتدار في منتخبات المغرب، المنتخب الأول المغربي، المنتخب الأولمبي، وأيضا منتخب المحليين. في الآخر لازم يبقى في نجاحات، لما يكون في مقدمات ناجحة لازم في الآخر يكون في نتائج ناجحة 100%. هنشوف في الآخر مين المدير الفني اللي هيترشح أو هيتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الأيام القادمة. وعرض جديد لشيكابالا في الدوري الإماراتي. شيكابالا أكيد واحد من نجوم الكرة المصرية، وأكيد أدى موسم جيد في السعودية، وبالتالي في عروض تنهال على شيكابالا في الدوري الإماراتي. كل التوفيق لشيكابالا في مشواره القادم، سواء الاستمرار في مصر مع نادي الزمالك أو تكملة مشوار الاحتراف في السعودية أو في الإمارات. مدرب نيجيريا يطلب 1,100,000 دولار لقيادة منتخب مصر. 1,100,000 دولار دول مش شهريا طبعا، سنويا، فبالتالي
يعني بنتكلم في حوالي 20 مليون جنيه سنويا لمدير فني يعني طلب، او احنا بنتكلم على الاخبار اللي بتتقال في الصحف المصريه وفي المواقع المصريه كلها طبعا اجتهادات، لكن رسميا مفيش حاجه على ارض الواقع، وبالتالي بنحاول نجيب لحضراتكم او نلم كل الاخبار اللي موجوده على المواقع وفي الصحف وعلى السوشيال ميديا. فمدرب نيجيريا طلب مليون و100 الف دولار لقياده منتخب مصر، وانا اعتقد ان الارقام دي هي اللي طبيعيه دلوقتي في عالم التدريب، ما نستناش ان مدير فني هيجي يدرب منتخب مصر وهيطلب اقل من الارقام دي. كل ما انت بتكون عايز الجوده عاليه كل ما بيكون الفلوس اكتر، كلنا اكيد عارفين ان دي حاجه طبيعيه، كل ما السلعه تكون على اعلى مستوى من الخدمه ومن الاداره ومن كل حاجه من كل الجوانب اللي موجوده في السلعه، كل ما هتلاقي السلعه دي ثمنها غالي جدا، لكن في الاخر المردود بتاعها بيكون اكيد ممتاز وبيتفوق على نسبه 90%. كيلان امبابي يسرق الاضواء في ليله سقوط الارجنتين، يعني امبابي تالق، امبابي 19 سنه 4 اهداف في اول مشاركه ليه في كاس العالم، تخطى ارقام بيليه وتخطى ارقام الكثير من ارقام قياسيه وتحطمها ليه. امبابي النهارده نجح في رابع للمنتخب الفرنسي وينهي احلام التانجو الارجنتيني. امبابي كان واحد من مفاتيح اللعب اللي بينت ثغرات كبيره جدا في دفاع المنتخب الارجنتيني، تسبب في يمكن انذار لماركوس روخو في اول دقائق من المباراه بسبب عرقلته ليه واحتساب ركله جزاء، وبالتالي كان تم تغيير ماركوس روخو. فامبابي اكيد واحد من اللعيبه اللي حرام يلعبوا في، يعني يكون موجود في الدوري الفرنسي، موجود في باريس سان جيرمان على سبيل الاعاره، من الموسم القادم اعتقد هيتم شراؤه بسبب لعب سياسه اللعب النظيف. واحنا بنتكلم على اخبار منتخب مصر وبنتكلم طبعا على اخبار كاس العالم، يكون معنا او معانا حاليا على التليفون اللواء دهشوري حرب رئيس اتحاد كره القدم السابق. سياده اللواء برحب بحضرتك. اهلا يا ربيع، ازيك؟ ان شاء الله تكون بخير. ربنا يخلي حضرتك. طبعا اكيد حضرتك متابع جيد لكاس العالم واكيد تابعت منتخب مصر، يعني حابب اعرف تعليق حضرتك على بطوله كاس العالم وايضا على مشوار منتخب مصر والذي لم يكلل بنجاح وخرجنا بثلاث هزايم للاسف. يعني والله انا رايي بقى يعني، ما هو حظنا خلاص ما كانش كويس واعدادنا ما كانش كويس واحنا طلعنا بدري قوي، اخد بالك؟ فما فيش غير قدامنا غير ان احنا نشوف الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي ونتلافاها ونبدا نعد بقى فريق، نجهز الفريق بتاعنا تجهيز كويس، نعمل له تخطيط كويس، ويعني هو ده الكلام المظبوط. واذا كان في مشاكل من بعض الافراد في الاتحاد او في غيره يعني يجب انهم خلاص يستبعدوا الوقت في الفتره الحاليه، اما ما احنا ما قدمناش غير ان احنا نشتغل ونجهز نفسنا للفتره القادمه، نجهز فرقه على مستوى عالي، فرقه تشرف مصر في المحافل الدوليه. سياده اللواء حضرتك شايف الانسب لقياده مصر فنيا في الفتره القادمه مصري ولا اجنبي؟ والله احنا هو جرى العرف فيه في ناديين وفي اتحاد الكوره دايما، نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي واتحاد الكوره دايما بيمرنهم مدرب اجنبي، اخد بالك؟ لكن يفضل انه او يستحسن انه لازم يبقى الاختيار على اسس علميه سليمه، لما نختار مدرب يبقى مدرب على مستوى راقي ومدرب يعني يقدر يعمل حاجه مع المنتخب، اخد بالك؟ تمام. لكن انا شايف الفتره اللي فاتت المنتخب يعني حظ المدرب ما كانش كويس معانا نجيب الحقيقه. يعني هو حضرتك حظ المدير الفني ولا هي دي امكانيات مستر هيكتور كوبر وبالتالي ما فيش حاجه يعملها، هو دي امكانيات الراجل باللعيبه اللي موجوده فقدر يطلع منهم احسن حاجه من وجهه نظره؟ انا شايف انه الراجل غير موفق مع الفريق نجيب الحقيقه، والفريق كان اكلاشيه يعني مجموعه هي معروفه، وبعدين بيني وبينك برضه الاعداد ما كانش على المستوى، يعني الاعداد كان لازم يبقى اكثر من كده شويه. محمود الجوهري رحمه الله عليه كان لما يبقى عنده بطوله زي دي كان بيعمل لا يقل عن 30 40 ماتش
حبي مع افريقيا ومع اسيا ومع اوروبا ومع يعني كان راجل بيبقى معد لاعداد كويس. انما للاسف الشديد احنا الاعداد بتاع فرقتنا كان قليل قوي ولا يتناسب مع انك انت رايح كاس عالم. يعني عايز برضو اخد حضرتك للناحية الخاصة باللعيبة المصرية. حضرتك يمكن اللعيبة المصرية اللي متواجدين حاليا مع مستر هكتور كوبر، حضرتك شايف معاه احسن لاعب في الدوري الانجليزي، مع احسن لاعب في الدوري اليوناني، مع احسن لاعب في الدوري التركي. هل حضرتك شايف ان اللعيبة اللي موجودة ما كانتش تقدر تساعد مستر هكتور كوبر، او هو يقدر يساعد نفسه بتوظيف اللعيبة بشكل احسن؟ اتكلمت يا ربيع، اتكلمت كلام حلو ونجيت الحقيقة. ليه بقى؟ لان احنا عندنا الوقت لاول مره في تاريخ مصر يبقى عندك حوالي 10 12 لاعب محترف في الخارج. تمام. واللي عندنا المحليين بيكملوا العدد 15 17 زي ما بيكملوا، اخد بالك؟ تمام. الاعداد مفروض كان لازم ننتهي فرصه كبيره جدا يبقى في دمج في بين المحترف والغير محترف والمحلي. دول ما بيشوفوش بعض الا كل مثلا 3 4 اشهر مره. المفروض ان يبقى المحترفين كل ما بيبقى فيه وقت فاضي للمحترفين او للمحليين يبقوا الاثنين لازم ينسجموا ويكونوا موجودين مع بعض عشان يبقى فيه انسجام. الانسجام تقريبا كان مفقود في فترات كبيره جدا ما بين المحترف وبين المحلي. المفروض الاثنين يتمرنوا مع بعض، الاثنين لما يبقى فيه فراغ اوروبا وفراغ عندنا يبقى لازم يجتمعوا مع بعض عشان يلعبوا مع افريقيا مع بعض، يلعبوا في اسيا مع بعض، يلعبوا مع اوروبا مع بعض. لكن للاسف الشديد ان احنا المحترفين ما بيشوفوش المحليين في فترات كثيره جدا في الاعداد اللي احنا جهزناه للبطوله. سياده اللواء دشوري حرب، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه الاهلي وتوضيح بعض النقاط الخاصه بالمنتخب الوطني. واكيد طبعا السؤال اللي هيشغل الشارع المصري الفتره القادمه، مين هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر؟ هل هو اجنبي ام هل هو محلي؟ نتمنى ان هو يكون مدير فني اجنبي عنده صلاحيات كبيره جدا. احنا عارفين ان المدير الفني لما بيكون موجود يعني بيبقى في ضغط كبير جدا عليه في الاختيارات والمعسكرات وغيره وغيره وغيره، بالتالي المدير الفني هو الانسب لقياده منتخب مصر من وجهه نظري، هو اللي بيتحمل الضغوط اكبر وبالتالي بيبقى في دعم من اتحاد الكره للمدير الفني الاجنبي. لسه مكملين الاخبار مع حضراتكم، و من مبابي نروح لميسي. ميسي يودع مونديال روسيا بعقدة أزلية. للأسف ميسي لم يوفق من 2006، من مونديال 2006 لحد مونديال 2018 لم يوفق. الفرصة الوحيدة اللي كانت متاحة أمام ميسي هي النسخة الأخيرة، وبالتالي منتخب ألمانيا يعني كان موفق على حساب منتخب الأرجنتين. ميسي كأس العالم روسيا عنده 31 سنة، مونديال 2022 هيكون عنده 35 سنة. هل ميسي هيكون موجود؟ هل ميسي ممكن ياخد قرار الاعتزال الدولي مع المنتخب بعد خيبة الأمل اللي كل ما بيكون في تصفيات بطولات كأس عالم، بطولة أمريكا الجنوبية، بيبقى في سوء حظ شديد جدا لميسي. يعني وعلى كلامنا على ميسي وعلى الاعتزال الدولي، ماسكيرانو يعتزل اللعب دوليا وخلاص، اخر بطوله لماسكيرانو اعتقد 34 سنه او 35 سنه، وبالتالي اخر بطوله كانت بالنسبه لماسكيرانو كان عنده امل ان هو يحقق اي حاجه في اخر مسيره ليه دوليه مع المنتخب الوطني، وبالتالي ماسكيرانو بخروج منتخب الارجنتين بيعتزل اللعب دوليا. الأرجنتيني لوكاس بيليا يقرر الاعتزال دوليا بعد الخروج من كأس العالم. منتخب الأرجنتين واحد ورا واحد بيعتزلوا دوليا بعد ما خلاص يعني ما فيش أي أحلام ولا طموحات حققوها، وبالتالي بطولة كأس العالم اللي جاية هيكونوا تخطوا سن كبير، دخلوا في 38 سنة، وبالتالي هيكون الموضوع صعب جدا بالنسبة لهم. أما خورخي سامباولي أشعر بالألم بعد رباعية فرنسا وينفي التقدم باستقالته. يعني مش عارف يعني هحكي لكم بس بسرعه. خورخي سامباولي ماضي عقد 5 سنين مع الاتحاد الارجنتيني وعنده شرط جزائي كبير جدا، فبالتالي منتخب الارجنتين او الاتحاد الارجنتيني مش هيعرف ان هو يمشيه، فالحل الوحيد ان هو يتقدم باستقاله. فسامباولي بعد التصريح ده اكيد طبعا جمهور الارجنتين هيقول اللي عنده دم احسن من اللي ما عندوش دم، وما يتمنوا اكيد رحيل سامباولي بعد الاداء العشوائي اللي احنا شفناه لمنتخب الارجنتين خلال بطوله كاس العالم، تعادل امام ايسلندا، خساره بالثلاثه امام كرواتيا، وبالعافيه
منتخب نيجيريا 2-1 في آخر دقائق المباراة. وبعد هزيمة الأرجنتين كازان الروسية مقبرة الكبار، يعني كل اللي بيروح كازان بيطلع، لكن النهاردة في مباراة فرنسا والأرجنتين أيا كان منهم مين اللي كان يخرج كان هيبقى فريق كبير، لكن بيكون حظ كازان وحش في خروج الكبار دايما. الصحافة الأرجنتينية تفتح النار على منتخبها بعد الخروج المونديالي. يعني انا شايف ان المنتخب ملوش اي دعوه، زي بالظبط لما اجي اتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر انا لا احمل اللاعبين اي شيء، انا احمل المدير الفني اللي موجود اللي هو بالتالي معاه خامه، يعني معاه لعيبه على اعلى مستوى، معاه خط هجوم من نار، معاه دي ماريا، معاه ديبالا، معاه ميسي، معاه هيجوين، معاه اجوارو، وكمان استبعد ايكارديا، وبالتالي يعني هو المدير الفني فقط اللي بيلام مش اللعيبه. ماشي، واحنا بنتكلم على مباراه الارجنتين وفرنسا والاستمتاع اللي استمتعنا بيه، هيكون معايا او معايا حاليا على التليفون الاستاذ عادل القريم الناقد الرياضي بموقع في الجول علشان نحلل معاه ونتكلم على مباريات اليوم. استاذ عادل برحب بحضرتك. اهلا يا عمر، ازاي اخبار حضرتك؟ ايه كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. يعني شفنا الصبح ميسي بيخرج، رونالدو بيخرج بالليل، وبالتالي اعظم اثنين لعيبه في تاريخ كره القدم الحديثه بيودعوا كاس العالم روسيا 2018. هل حضرتك شايف ان روسيا 2018 كاس عالم لا يعترف بالاسامي ولا يعترف غير بالاجتهاد داخل الملعب والجهد والكفاح والعمل كمجموعه واحده؟ بالظبط زي ما انت قلت، يعني انا شايف ان يمكن شعار كاس العالم ده ان الكوره للرجاله، يعني الكوره للرجاله اللي بتلعب وبتأدي وبتلعب لاخر دقيقه، مش بالاسامي ومش بالتوقعات ومش مين فريق كبير ومين لعيب كبير، لا خالص، الفريق اللي بيلعب وبيأدي في الملعب هو اللي بيحقق المكسب وبيكمل لغايه اخر دقيقه. انا شايف لغايه دلوقتي واحده من اكتر البطولات اللي الواحد استمتع بيها في تاريخ كاس العالم كله، ممكن تكون فيها نتائج مفاجاه، لكن اعتقد المستوى كويس يعني عالي جدا، والواحد فعلا المتعه عاليه جدا جدا في كاس العالم السنه. يعني مباراه اورجوية والبرتغال ومباراه فرنسا والارجنتين، هل حضرتك شايف ان خورخي سان باولي هو رقم واحد في سبب خروج الارجنتين من بطوله كاس العالم بعد المستوى الهزيل والسيء اللي شفناه في اربع لقاءات للارجنتين؟ اكيد طبعا، لان انت بتتكلم في الارجنتين مستوى سيء جدا من التصفيات، الارجنتين صعدت في اخر مباراه مظبوط قدام الاكوادور بصعوبه جدا كمان. كلنا توقعنا قلنا بعد المشكله في التصفيات هيبقى الموضوع هيتحسن في الماتشات الوديه، شفنا مهازل في الماتشات الوديه، خساره باربعه من نيجيريا وخساره سته من اسبانيا، قلنا الموضوع هيتحسن في كاس العالم، لان الموضوع مستمر. حتى بعد هزيمه كرواتيا كله قال الارجنتين هتنتفض قدام نيجيريا، ما حصلش، كده بمنتهى الصعوبه. النهارده برضو فرنسا، اعتقد رغم ان فرنسا ما هياش يعني في احسن حالاتها في المباراه، لكن اخطاء ساذجه جدا، اربع اهداف بطريقه ساذجه جدا على الدفاع الارجنتيني، فاعتقد لا يعني سان باولي يتحمل مسؤوليه كبيره جدا 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 طول مشواره، وحتى مش بس في كاس العالم، من ساعه ما مسك منتخب الارجنتين هو حاجه كانت صادمه اعتقد للجمهور اللي كان متفائل فيه خير بعد اللي عمله مع اشبيليه او مع منتخب تشيلي، لكن فعلا كانت صدمه كبيره جدا لكل اللي بيحب منتخب الارجنتين. هل ديشامب بعد الانتقادات اللي تعرض ليها منذ قيادته للمنتخب الفرنسي على مر البطولات او على مر الايام اللي متولي فيها القياده، النهارده ممكن نقول ان اول تجربه حقيقيه لديدي ديشامب امام منتخب الارجنتين، شفنا مذاكر منتخب الارجنتين كويس، عنده فكر تكتيكي بيلعب بيه، عنده سيناريوهات متغيره من اول ما يحرز هدف لحد ما يدخل فيه هدف ويعوضه تاني ويحافظ عليه ويعززه. هل ديشامب في مباراه الارجنتين ظهرت عليه ملامح تكتيكيه وان هو فعلا مذاكر وقاري، ولا صدفه جت معاه بالامكانيات الغير طبيعيه اللي موجوده في نص ملعب منتخب فرنسا زي كانتي وبوجبا، وايضا في الامكانيات الهجوميه والسرعات زي مبابي وجريزمان؟ بالظبط، يعني عمر زي ما انت قلت هي مش صدفه طبعا، لكن هو عنده امكانيات مهوله في كل الخطوط، يعني من اول حراسه المرمى هو طبعا حارس كويس جدا، من اول عندنا باران في الدفاع، عندنا خط وسط مهول، يعني كانتي وبوجبا الاثنين بيعملوا مجهود غير عادي، وعندهم كرة حلوة جدا، عنده جريزمان، عنده جيرو، وعنده يعني عنده حلول في كل الخطوط، لكن ما كانش ده ظاهر خالص في الفترة اللي فاتت، عكس انتقادات كبيرة جدا لديشامب والاداء منتخب فرنسا تحت قيادته. النهارده كان اختبار صعب، لكن زي ما قلنا برضو ان المنتخب الارجنتيني ما هوش في حالته خالص، التألق الغير عادي لمبابي كمان واستغلال الاخطاء الغريبة في الدفاع الارجنتيني كان ليه دور كبير جدا، لكن اعتقد بالامكانيات اللي موجوده وبالشكل اللي شفناه النهارده فرنسا ممكن تروح لبعيد في البطوله، خاصه كمان ان ماتشهم الجاي مع اوروجواي، اوروجواي اعتقد هتفتقد لكافاني اللي كان واضح خروجه مصاب النهارده، ما اعتقدش انه هيلحق، صعب جدا انه يلحق المباراه، سواريز كمان من اول الشوط الثاني هو واضح انه بيلعب على الواقف، ما اعرفش هل في اصابه ولا هو مجهوده قل او حاجه، فشايف ان فرنسا ممكن لو كمان لو قدرت تعدي اوروجواي ودخلنا كمان بقى في قبل النهائي هيبقى الموضوع قريب جدا من فرنسا بالامكانيات اللي عندها، وهيبقى اختبار اصعب وحاجه يعني
زي نقول اختبار لقدرات جيل شامبو اكتر في الفتره اللي بعد كده. يعني مباراه اورجوية والبرتغال، شايف ان البرتغال ايضا هو ده اول اختبار حقيقي قدام خط دفاع صعب جدا ما دخلش فيه ولا هدف من بدايه المونديال، اول هدف يخش في مرمى اورجوية كان النهارده، وبالتالي هل البرتغال هي دي امكانيات منتخب البرتغال؟ ما عندهمش المزيد من القدرات في تخطي منتخب اورجواي، ولا منتخب اورجواي قوي على منتخب البرتغال وبيعمل كمجموعه لخدمه بعضه عكس منتخب البرتغال اللي كلهم بيشتغلوا علشان يخدموا كريستيانو رونالدو. بالظبط، يعني برضو فعلا انت قلت الخلاصه فعلا، لان شفنا مثلا في اول مباراه البرتغال واسبانيا كان كريستيانو رونالدو في احسن حالاته والبرتغال عملت ماتش كويس جدا، كريستيانو قدر يسجل هاتريك، تعادلوا مع اسبانيا 3-3. في المباراه الثانيه خطفوا هدف في اول دقيقتين قدام المغرب، بعد كده برضو كان كريستيانو رونالدو اللي سجله، وبعد كده الفريق تراجع تماما وكان سايد جيم للمغرب في ماتش ايران، المباراه تقريبا وان سايد جيم لايران. النهارده توقعنا ان الفريق البرتغالي يفوق اكتر، لكن ظهر ان كريستيانو بعيد عن مستواه تماما النهارده في كل حاجه حتى في الكرات الثابته، رغم ان معاه اسامي تعتبر كويسه زي كاريزما لما نزل، زي بيبي حتى ورا، زي اندري سيلفا، في اسامي موجوده، لكن الفريق كله بيعتمد ان كريستيانو بقى في حالته، كريستيانو بعيد عن حالته، الفريق البرتغالي كله بعيد تماما، على عكس منتخب اوروجواي اللي هو رغم ان خروج كاباني ورغم ان سواريز زي ما قلنا بيلعب على الواقف، لكن الفريق كله متماسك جدا، عنده اختراع اسمه لاكزالت، حاجه يعني اكتشاف من اكتشافات البطوله، طبعا لعيب رائع في وسط الملعب، حاجه مش طبيعيه، خط الدفاع قوي جدا، خامينات موجودين الاثنين حتى يعني، ورغم ان منتخب البرتغال برضه بيلعب على الكور العاليه وقدر يسجل منها، لكن لغايه اخر دقيقه واقفين بسرعات واقفين بقوه بيخرجوا كل الكور، ففعلا قوه المنتخب الاوروجواني الحقيقيه هي في تماسك الفريق وفي العناصر القويه جدا في كل الخطوط. اخيرا بتشجع مين بعد خروج المانيا؟ انت عارف لا يعني دلوقتي يمكن متعاطف اكتر مع كرواتيا، بس يعني خايف اشجعهم لان انا وشي وحش على الفرقه، بشجعها فربنا يستر. لا طبعا يا استاذ عادل، اكيد يعني كرواتيا اكيد فريق قوي، واكيد الحصان الاسود للبطوله، انا متوقع ان هي تروح هي وبلجيكا بعيد في بطوله كاس العالم. يعني بشكرك يا استاذ عادل، شكرا جزيلا على وجودك معايا، الاستاذ عادل كريم الناقد الرياضي بموقع فيل جول، واتكلم معايا بشكل فني على رايه في مباراه فرنسا والارجنتين وايضا مباراه اورجواي والبرتغال. اكمل مع حضراتكم سريعا باقي الاخبار. رغم الفوز ديشامب يعترف بارتكاب اخطاء امام الارجنتين، حارس مرمى فرنسا قوه فرنسا ظهرت امام الارجنتين، وماتودي يقلل من اهميه غيابه في ربع النهائي وسعيد للفوز على الارجنتين. ماتودي عنده كارت اصفر او حصل على كارت اصفر وبالتالي عنده كارتين فيغيب عن المباراه القادمه، اما ميركادو صاحب هدف الثاني للمنتخب الارجنتيني، الارجنتين خرجت امام منافس عظيم، وفرناندو هييرو يحدد نقاط ضعف الدب الروسي، ونتيجه مباراه الارجنتين وفرنسا تشهد سابقه فريده. الارجنتين في لقائين امام فرنسا في كاس العالم، الارجنتين تفوقت النهارده، فرنسا اول مره تفوز على الارجنتين في بطولات كاس العالم. ديفيد سيلفا يشبه مباراه روسيا بمواجهه البرازيل، مدرب روسيا المدير الفني لاسبانيا كان لاعبا عظيم طبعا اكيد ما في شك. مارسيل دوسيه رشح البرازيل للفوز بالمونديال، وخواكيم لوف مستمر في قياده المانيا رغم الاخفاق المونديالي، خواكيم لوف ماضي عقد مع المانيا مستمر ليورو 2020. وبيكي يثير الذعر في ميران اسبانيا قبل ان يعود للتدريبات بشكل طبيعي، اسبانيا لا تتفائل بحكم مباراتها امام روسيا. نشوف مدرب اليابان، لست راضيا عما قمت به امام بولندا واعتذرت للاعبين، مدرب اليابان غير 6 لعيبه امام منتخب بولندا، كان فاكر ان منتخب بولندا هينزل مسلم اوراق، وشفنا ان منتخب بولندا فاز على المنتخب الياباني والمنتخب الياباني صعد بفرق الانذارات عن منتخب السنغال. بول بوجبا، مبابي لديه سرعه هائله وموهبه كبيره في سنه الصغير، مبابي 19 سنه، مدرب كرواتيا ميسي لن يحصد على الكره الذهبيه ويتمنى فوز مودريتش بها، اكيد طبعا تتمنى فوز مودريتش، لكن ميسي اكيد لازم هو مانشستر يونايتد الكبير. مرمى مانشستر يونايتد الكبير، وبالتالي عندنا مشكله ما بين الاب والابن في جميع المجالات. خلصنا مع حضراتكم كده اخبارنا، نروح لتقرير سريع جدا وبعديها نستقبل ضيوفنا الكرام مع حضراتكم، نروح للتقرير وارجع اكمل معاكم. و
مونديال روسيا 2018 هو بحق بطولة المفاجآت والإثارة، على الرغم من خروج منتخبات كبيرة لها تاريخ عريض مع كرة القدم، مثل ما حدث مع منتخب الماكينات الألمانية التي خاضت البطولة وهي حاملة للقب البطولة السابقة بالبرازيل 2014. على الرغم من ذلك خرجت من دور المجموعات وصعد بدلا منها منتخبا السويد والمكسيك، واللذان كانا بحق من المنتخبات المميزة بالمونديال. قدم كرة قدم ممتعة وشيقة، فالسويد على الرغم من عدم مشاركة نجم زلاتان إبراهيموفيتش في البطولة لاعتزاله اللاعب الدولي، فإن استطاعت خطف صدارة المجموعة بعد تغلبها على منتخبي المكسيك وكوريا الجنوبية، وكانت الهزيمة الوحيدة على يد منتخب ألمانيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. تصدرت مجموعتها برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المكسيك الذي قدم مستويات هائلة، وتغلب على كل من ألمانيا بطلة العالم وكوريا الجنوبية، حيث من المنتظر أن تواجه البرازيل في دور 16 على أن تواجه السويد سويسرا في نفس الدور. شاهدنا أيضا منتخب بلجيكا الذي لم يخسر ولا نقطة واحدة، حقق العلامة الكاملة، تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز نسوى بنما ومنتخب انجلترا القوي صاحب التاريخ الكبير الذي جاء في المركز الثاني خلف بلجيكا التي تملك مثلثا هجوميا خطير مكونا من كيفين دي برويني، لوكاكو، إيدن هازارد، قادر على أن يقود فريقه للمربع الذهبي للمونديال على أقل تقدير. ومن المنتظر أن تواجه بلجيكا منتخب اليابان في دور 16 للمونديال. نأتي لمنتخب سويسرا الذي لم يخسر مباراة في دور المجموعات على الرغم من وقوعه في مجموعة تضم البرازيل، حقق معها التعادل، تغلب على صربيا بعدما حول تأخره للفوز بهدفين مقابل هدف، والتعادل مع منتخب كوستاريكا ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط خلف المنتخب البرازيلي. ومن المقرر أن يلتقي في دور 16 مع منتخب السويد، مع منتخب كرواتيا المتألق في مونديال روسيا الذي قدم مباريات وحقق نتائج أذهلت الجميع. هو حقق العلامة الكاملة من خلال تحقيقه 9 نقاط بعد تحقيقه الفوز على كل من نيجيريا بهدفين من دون رد، تغلبت على الأرجنتين ومعها نجمها وأحد أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي بثلاثية نظيفة، وأخيرا الفوز على منتخب أيسلندا بهدفين مقابل هدف. ومن المنتظر أن يلاقي منتخب الدنمارك. إذن مع انطلاق مباريات دور 16 سننتظر هل ستواصل هذه المنتخبات أداءها المميز وتحتفظ بلقب الحصان الأسود، أم أن للساحرة المستديرة رأي آخر. أهلا بحضراتكم من جديد، وبينضم ليا طبعا يعني ضيوفي الكرام الأستاذ عصام شلتوت الرئيس التحرير التنفيذي في اليوم السابع. أستاذ عصام برحب بحضرتك. إزيك كابتن، عامل إيه يا حبيبي؟ نور حضرتك، كله تمام الحمد لله. طبعا كابتن ماهر همام هينضم لينا إن شاء الله، لكن ظروف الطريق عطلته شوية. يجي بالسلامة إن شاء الله. يعني قبل ما أكمل كلامي مع حضرتك نروح ل أو فقرة محببة لكل الجمهور الأهلاوي، هي أهلاوي في المونديال، بيكون معنا كل يوم لاعب بنختاره لحضراتكم، لاعب نادي أهلي أكيد، وشارك في مونديال ثلاث مونديالات دلوقتي، مونديال إيطاليا 34 وأيضا مونديال إيطاليا 90 ومونديال روسيا 2018. وبالتالي هنروح النهاردة ونشوف معاكم تقرير عن أهلاوي في المونديال عن أحمد فتحي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. علي معلول أحد الأسماء التي تألقت في قيادة الجبهة اليسرى للنادي الأهلي بعد انضمامه للقلعة الحمراء قبل موسمين، حتى قده هذا التألق لتمثيل منتخب تونس في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
شارك علي معلول في مباراتي تونس أمام بلجيكا وإنجلترا، وجاء ضمن التشكيل الأساسي لنصور قرطاش في مونديال روسيا، ليصبح اللاعب الأجنبي الثاني الذي يمثل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم عبر بوابة النادي الأهلي بعد الأنغولي أمادو فلافيو في منتخب أنغولا بكأس العالم بألمانيا 2006. دفع علي معلول عن شعار النادي الأهلي في 58 مباراة بمنافسات مختلف البطولات المحلية والإفريقية خلال أقل من موسمين بعد انضمامه للقلعة الحمراء، وسجل 3 أهداف منها هدفان في دوري أبطال إفريقيا وهدف واحد في الدوري الممتاز. علي معلول أهلاوي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد. واللاعب كان علي معلول مش احمد فتحي، حصل يعني لخبطه في الاسامي اللي كانت موجوده، لكن هو علي معلول نجم مصر ونجم منتخب تونس ونجم النادي الاهلي اللي شارك مع منتخب تونس في كاس العالم في روسيا 2018. استاذ عصام ازي حضرتك؟ ربنا يخليك كابتن. انت يعني الحقيقه بتعمل حاله لطيفه جدا لانك بتخاطب الشباب وبتبقى يعني مديهم احساس ان هم موجودين معاك في الاستوديو، وده اعلام اتمنى لك يعني التوفيق فيه دايما. اكيد طبعا وجود حضرتك كخبره العفو فدنا طبعا باراء حضرتك الفنيه واكيد يعني في مستقبل الكره المصريه. لكن استاذ عصام عايز اعرف راي حضرتك في اللي حصل مع مصر في كاس العالم بشكل عام. اللي حصل في ايه بالظبط؟ اللي حصل في حصل حاجات كتير. بص عليك، احنا نبدا طبعا يعني بنبدا بالمستوى الفني اللي احنا شفناه. منتخب مصر لعب 3 لقاءات زي ما حضرتك شفت، احنا المنتخب رقم 31 في البطوله، بعدينا منتخب بنما، فبالتالي اكيد تصنيف لا يليق بمنتخب مصر وايضا اداء لا يليق بمنتخب مصر. تحمل مين المسؤوليه في المستوى الهزيل والسيء اللي ظهر بيه منتخب مصر في كاس العالم؟ اول حد تحمله المسؤوليه النظام نفسه، النظام في اتحاد الكوره. مفيش مدير فني يقدر يتكلم مع الراجل بتاع الفريق الاول. تمام. شفنا المساعدين ما بقيناش عارفين هل الناس عندها سيفيهات، يعني انت كل كوتش شفته في المونديال ومن برضه من حسن الطالع ان انت لعيب كوره اساسا مش بس اعلامي يعني. كل واحد بما فيهم زيدان بما فيهم اللي ما راحوش يورجن كلوب وجوارديولا معاه ترينر بياكل ودنه. الحق نعمل لان الكوتش في الاخر هو صاحب القرار، بس عاوز المجموعه تبقى شغاله. فالحقيقه انا مش عارف مين اللي يعني كان عنده للصمت حدود ده، وكان ساب الراجل بيلعب ب 11 نفر وثلاثه بيسخنوا كل ماتش، يعني اكنك انت بتقول للناس هنلعب ازاي وهنعمل ايه. ده الجزء الفني. لكن هناك بقى اشكاليه انه الراجل لما جه على جيل يعني كما يعني في اللغه العربيه كما الذرات البقره حلبت حتى نفذ الحليب وجاءت يعني بدمائها، يعني اللي هو الجيل اللي سبق وجود الخواجة كوبر والذين معه، مرورا بالراجل البرادلي وشو غريب اللي هو جاب اللعيبة دي أو أغلبها الحقيقة، ولأنه مصري ما حدش قال إيه طب كمل أو أنت تبقى حتى المدرب العام خبير دولي الحقيقة يعني. فكانت مشكلة كوبر العبقري المنحوس زي ما بيسموه في أوروبا إنه جاي على اللا نظام وبدا يشوف ويسمع بتاع ده، غير بقى اللي بيتقال له ده لعيب بيتكلم كتير، ده لعيب مش يصبر، ده لعيب كذا، فاستبعد نجوم كثر على خلفيه انه الراجل عايز يحط نظام. وهقول لك تاكيد الكلام ده بكلام واضح جدا لمو صلاح هذا المحترف العظيم فرعوننا الذهبي في اخر يوم لينا في المونديال، وبالتالي صمم على انه يعمل نظام. وشفنا بقى النظام، ودانا افريقيا ودانا كاس العالم بعدها كويس. وعشان كده لما تيجي تطرح بدائل بقول لك حاجات هتقول لي مين اللي هيجي، اقول لك ان دي فتره اللي هيجي منه لشهر 6 وشكرا مؤقتا حتى لو جه مارادونا. طيب. ليه بقى؟ المهم انه الراجل ده ما حدش حاسبه، لا هو ولا اغلب الاعضاء. اغلب الاعضاء قضوها بقى شغل بتاعهم هم. مانسى انا بريده صمت كثيرا لانه شعر ان مسؤوليته الاولى يشتغلوا ما يشتغلوش، يخططوا ما يخططوش، احاجي على المنتخب، اشيل مصر من كبوه
ثلاث دورات افريقيه كنا بنطلع قدام النيجر وافريقيا الوسطى لو انت فاكر طبعا، ومن ثم ما شمناش كاس العالم. كويس، هذا الضعف والوهن الاداري من الناس بقى اللي دي شغلتهم جوه الاتحاد ادت الى نتائج واضحه جدا. سيبك بقى من اللي بيشتغل مع الناس اللي المفروض ان هم شركائهم في الشغل وكل ده، واللي اعلام وعضو، واللي مش عارف ايه وعضو، واللي يقف يعني في 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 عز ما الناس مكتئبه وزعلانه، وحسن انفعل برضه اتحاد الكوره بغض النظر ان الحساب قادم لا محاله، لكن انه يجي وتاني يوم يعمل مؤتمر ده حاجه كويسه. بس ينفع اللي حصل ده بالكابتن مجدي؟ عايزين نتكلم بقى على انا بقول لك على طول خلفيه المؤتمر، لكن وبالتالي يعني كلهم مسؤولون. الان هو وقت حد يطلع مش بس يقول لنا ايه اللي حصل، لانه في فرق كتير روحت، وبرضه ما تعولش كثيرا على حكايه عشان نبقى بندي كل الناس حقها على حكايه استجواب، لان الالمان ما عملوش استجواب. صح. على فكره الراجل مكمل 2020. طب هم بقى الاخوه لجنه الشباب والرياضه يورو 2020 اللي اغلبهم كانوا ها رؤساء انديه، ازاي سمحوا لنفسهم ان هم يحطوا قانون رياضه اساسا يعني؟ فالتبس واختلط الحابل بالنابل. اصلا عندنا كم لاعب محترف؟ ولا حد يعرف. ده اذا كان لو حد يعرف عيب يقول. ليه؟ لان مصر ب 104 مليون اللي هم بعد الاحصاء ممكن يوصلوا 110 115، ما عندهاش عدد قد ربع لعيبه المانيا بتوع كره اليد. لو قلت لك الرانك يعني اليد المسجلين بيفتتحوا اكاديميات. كابتن نجوم الكوره ومحدش يزعل مني، دي بلدنا معكوسه. اكاديميات بتاعت حماده وتوتو تدفع 2000 جنيه وتجيب فاونديشن اللي هو جايب اسم من بره، بس بتقول له ده لوجه الله ساعدنا، اوعى تفكر انه هيدي لك حاجات ومدراء، وتاخد 2000 جنيه. فحماده وتوتو لازم مامي وبابي يوقفوا التمرين عشان يشربوا عصير. الاكاديميات الحقيقيه بقى بتتعمل فيها ايه؟ ده الاستثمار المطلوب في مصر. بيتعمل الاكاديميات دي علشان اياكس من زمان الله يرحمك كابتن جوهري قال شوفوا التجربه الغنيه سنه 2004. استاذ عصام يعني استاذن حضرتك عشان استقبل كابتن ماهر همام عشان يكون موجود معانا. طب اكمل الجمله دي بس. طيب اتفضل. لانه الاكاديميات المعكوسه دي اسك ابيجان مع اياكس وانديه كتير في افريقيا. الاكاديميه شكلها ايه بقى؟ الاكاديميه مستثمرين، ها مش مستثمرين جايين يرموا مال اسود ويقول لك اشتري لعيبه واشتري نجيله، لا، يروح فيجيب عصام وعمر وامهم وابوهم ياكلهم تفاح وموز ويديهم فلوس فيغير شكله الاجتماعي وادائه. كمان الاسره مش عايزه ابنها يبقى طالب ومجند ومحترف، الاسره بتكتفي بلغه غير لغه البلاد والعباد. صح. ونت علشان الولد يبقى متحق على الغرب وملم. وما بيعلموش ان الغربه تربه. الغربه دي على فكره بلاش ترجمه في اي حته في الدنيا عندنا احنا بس. واللي بيجيب لعيب من بره اكاليل الغار، مع ان ده المفروض اللي بيرجع من لعيب. يقول لك وقام عمر ربيع ياسين باعاده مثلا حسام غالي او عصام غالي او سيد غالي فاحنا نحتفل، مع ان ده المفروض مباحث الكره تمسكه. ازاي ترجع حاجه زي كده؟ ما علينا، نجيب الكابتن ماهر. طيب هنروح لتقرير نشوف ونسمع فيه احصائيات الدور الاول لبطوله كاس العالم ومرحله المجموعات، بعديها نكمل كلامنا مع الاستاذ عصام شطوط ونستقبل كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن ماهر همام. دخلت بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا مرحلة الجد ومرحلة الشراسة في المنافسة بعد انطلاق دور 16 اليوم السبت بمواجهتي فرنسا والأرجنتين وأوروغواي والبرتغال، بعدما أزدل الستار على منافسات الدور الأول لكأس العالم 2018 بروسيا، وتحددت أطراف الدور الثمن النهائي للمسابقة بعد 48 مباراة مرت من عمرها. بلغت 10 منتخبات أوروبية دور الثاني للمونديال، 4 منتخبات من قارة أمريكا اللاتينية، ومنتخب وحيد لكل من آسيا وأمريكا الشمالية في غياب تام للقارة الإفريقية والأوقيانوس. يرصد برنامج المونديال حصاد الدور الأول للبطولة. انتهت 9 مباريات بالتعادل، منها تعادل سلبي وحيد في مباراة فرنسا والدنمارك، بينما انتهت 39 مباراة بفوز منتخب على الآخر. كشرت منتخبات بلجيكا وأوروغواي وكرواتيا عن أنيابها بتحقيق العلامة الكاملة والفوز في مبارياتهم الثلاث
وحصد 9 نقاط عن جدارة واستحقاق في الوقت الذي ودع فيه منتخبنا مصر وبنما المونديال دون تحقيق أي نقطة خلال مشوارهما بالدور الأول. المنتخب البلجيكي هو صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 9 أهداف، يليه منتخب كرواتيا ب7 أهداف، بينما تساوى 13 منتخبا في لقب الأضعف على المستوى الهجومي برصيد 2 فقط. المنتخب الأوروغواياني هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الدور الأول ليحصل على لقب أقوى دفاع بالمونديال حتى الآن، بينما استقبلت شباك المنتخب البنمي 11 هدف ليكون هو المنتخب الأسوأ دفاعيا بالدور الأول للعرس العالمي. 122 هدفا سجل بالدور الأول بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة، منها 9 أهداف ذاتية بنيران صديقة. منتخبات سويسرا، الدنمارك، البرتغال، إسبانيا هم الأكثر تعادلا بالمونديال، فتعادل كل منهم في مباراتين وصعدوا جميعا لثمن النهائي. منتخبات السويد، إنجلترا، البرتغال، أستراليا هم الأكثر تسجيلا من الكرات الثابتة، حيث سجل كل منهم 2 من تلك الكرات. 3 بطاقات حمراء فقط شهدتها مباريات الدور الأول لكأس العالم، كانت من نصيب كل من الألماني بواتينغ والروسي سمولينكوف والكولومبي سانشيز، في حين حصل 14 لاعبا على البطاقة الصفراء مرتين على مدار مباريات منتخب بلادهم بمرحلة المجموعات، حيث أشهر حكام المسابقة حتى الآن 158 بطاقة صفراء. الفوز الأكبر في الدور الأول كان من نصيب المنتخب الإنجليزي على حساب نظيره البنمي بنتيجة 6 أهداف لهدف، هي أكثر مباراة شهدت عددا من الأهداف بالتساوي مع لقاء بلجيكا وتونس الذي انتهى لمصلحة الأول بنتيجة 5 أهداف لهدفين. يتصدر الإنجليزي هاري كين قائمة أهداف المونديال بعد نهاية الدور الأول برصيد 5 أهداف مقابل 4 لكل من البرتغالي رونالدو، البلجيكي لوكاكو. 24 ركلة جزاء تم احتسابها في الدور الأول، سجل منها 19 هدف وأهدرت 5 ركلات، حيث كان النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن قائمة مهدري ركلات الجزاء في مونديال روسيا. البرازيلي نيمار هو الأفضل من حيث المحاولات على المرمى برصيد 17 محاولة، بينما يأتي الألماني توني كروس على قمة الممررين للكرة بنجاح برصيد 310 تمريرات صحيحة. جاء المكسيكي أوتشوا كأفضل حارس من حيث التصدي برصيد 17 تصديا. ترى هل ستتواصل الأرقام القياسية في الأدوار الإقصائية للبطولة؟ هذا ما نتمناه. أهلا بحضراتكم من جديد، وبينضم لينا هنا في الاستوديو بشرفنا وبنورنا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن ماهر امام. كابتن ماهر برحب بحضرتك. اهلا عمر، اهلا بك يا حبيبي. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ انت طيب، واسف على التاخير. مصر طبعا الكابتن عصام شلتوت حبيبي. انت اللي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وكابتن الاخلاق وحبيبي كابتن عصام. يعني قعدت مع 2 من القامات الكبيره في الرياضه وفي الصحافه المصريه، فاكيد طبعا اتمنى ان شاء الله تكون حلقه ممتعه. لكن كابتن ماهر، سالت قبل الفاصل الاستاذ عصام عن رايه في مونديال روسيا وعن اداء منتخب مصر، حابب اسمع راي حضرتك قبل ما نروح لقصص المدير الفني والانسب لمنتخب مصر في الفتره القادمه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين بس نبارك للشعب المصري 30 يونيو النهارده، الشعب العظيم الشعب المحترم بثورته الجميله ومؤسساته طبعا المحترمه اللي هي وقفت وساندت البلد بشكل كبير، اذا كانت الشرطه او الجيش، فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. 42 مليون بني ادم كانوا في شوارع مصر في 30 يوم. طبعا ناس عندها حسه كابتن عصام وخوفهم على بلدهم بشكل كبير جدا، فالنهارده الحمد لله يعني بنعيش حياه. نتمنى الفتره اللي جايه طبعا للرئاسه الرئيس السيسي ان ربنا يوفقه في الاهداف اللي هو بيسعى ليها. المونديال طبعا يعني انا عايز اتكلم على الجانب الاداري قبل ما نروح المونديال. كابتن عصام يا عمر، احنا وصلنا كاس الامم الافريقيه وكاس العالم من خلال الاهداف اللي اتبنت من اتحاد الكوره وتعاقدها مع مستر كوبر. يمكن الجانب الاداري وصلنا بيه بشكل كبير جدا في كاس الامم الافريقيه، ويمكن حتى اشادنا بالمسؤول عن المدير الاداري اللي هو ايهاب الهيطه، ويمكن حييناه على التركيز قبل كاس الامم الافريقيه والاعداد الاداري الجيد من ناحيه المعسكرات، من ناحيه الملاعب، من ناحيه التغذيه، من ناحيه الاقامه، من ناحيه صالات الاجتماعات. ويمكن الجانب ده ساعد مستر كوبر بشكل كبير جدا على الجانب الفني انه ينجح بالاهداف اللي هو سعى اليها.
طبعا الجانب الفني بعد كده كمل الجانب الاداري مستر كوبر ومجموعته قدروا ان هم يحققوا الاهداف اللي هي تعاقد عليها اتحاد الكوره مع هذا الجهاز، الوصول لكاس الامم الافريقيه ثم الوصول لكاس العالم. بعد كده يمكن عمر الفتره اللي هي 6 اشهر او 8 اشهر بين وبين كاس العالم، بعد وصولنا لكاس العالم، الفترة دي مع الأسف يمكن الإعداد اللي احنا حيينا فيه هبل هيطة، حيينا فيه اتحاد الكرة ومجلسه على هذا التنظيم، اتعكس بشكل كبير جدا وأثر علينا فنيا بشكل كبير. ان المعسكرات اللي اتعملت يمكن باستثناء المباراة الحبية اللي اتعملت في سويسرا يمكن كان نظامها على أعلى مستوى، لكن بعد هذه المرحلة كان التنظيم الإداري غير موفق، وشفنا بقى المشاكل اللي احنا شفناها على الميديا المصرية ويمكن على الفضائيات العالمية، ازاي تأثر المنتخب المصري من خلال الجزئية دي بالذات، ان التنظيم والهرج والمرج والخروج عن النص وعدم التركيز والإصرار والعزيمة من لعبة مصر ما كانتش موجودة وكانتش محسوسة في هذا المعسكر، أثر بشكل كبير جدا على الجانب الفني، وشفنا الاخفاقات اللي احنا وصلنا بيها يمكن في خلال الثلاث مباريات باستثناء يمكن المباراة الأولى كان لنا شكل وكان لنا أداء، قدرنا ان يبقى لنا شكل وأداء في هذه المباراة. فكرة الصمود لكن برضه كابتن نعم. مش في يعني فكرة الصمود مش في فكرة يعني اللعب اللي انت بتتمناه بغض النظر عن النتيجه، يعني كنت اتمنى يبقى في شويه شجاعه كده، يعني في مصطلح على قد يعني كره شجاعه، ثم النتيجه بقى تاتي او لا. بص يا كابتن عصام، هي الشجاعه كمان خد بالك بتتبني من خلال المدرب رقم واحد، وبعدين مرونه اللعيبه يا كابتن عصام، لان انا شايف ان الحمل كبير جدا على الجهاز الفني، يعني كوبر واحنا من بدايه مش مقتنعين بكوبر في شكل واداء، لكن مستر هيكتور كوبر طموحاته واحلامه لا تتناسب مع الجمهور المصري او اللاعب المصري، نحن عايزين طموحات معينه، عايزين اهداف معينه. في كاس العالم شفنا مجموعه ممكن تكون الاضعف في كاس العالم، ما قدرناش نحقق اي نقطه. فبالتالي هل حضرتك شايف ان مستر كوبر محتاج منتخب مصر محتاج مدير فني اكبر منه؟ بص عمر، هو طبعا احنا طبعا بنطلب المزيد، بنطلب الاحسن، لكن انا عايز اقول لك ان هو برضك شاطر وذكي، ان هو قدر ان هو يحط سيستم واستراتيجيه وشكل وطريقه واداء لمنتخب مصري تناسب هذه المجموعه. يعني احنا عايز اقول لك ان المجموعه فرض عليهم نظام بالضبط بالضبط، والنظام كان واضح جدا ومعظمه في الجانب الدفاعي، هو في الجانب الدفاعي طلع راجل ذكي وراجل عنده خبرات وراجل عجوز، يعني بمعنى ان احنا لو رجعنا لورا شويه وشفنا ان الجانب الدفاعي في يمكن اخر مباريات لينا مع يمكن برادلي يا كابتن كنا بنخسر بالثلاثات والاربعات، ويمكن اخرها النكسه بتاعت غانا اللي كانت فيها سكور عالي جدا على منتخبنا القومي. هو من خلال هذه المباريات قدر يراجع نفسه بشكل كبير جدا، قدر يدرس المنتاليتي والعقليه بتاعت اللاعب المصري، فهو شاف ان مشكلتنا يا عمر في حته وانت بتهاجم المساحات اللي بتبقى في ظهرك، السرعات بتخترقك، الكورسات بتخترقك، القوه بتخترقك، الحاجات اللي فيها الجمل التكتيكيه بتخترقك، فهو قدر ان هو عشان يمنع هذا الاختراق انه يقرب الخطوط من بعض بشكل كبير، وهو نجح فيها بشكل كبير، يعني هو الوحيد يمكن اللي عمل لنا سيستم دفاعي قريب قوي من الكره العالميه اللي احنا بنتفرج من خلالها. لكن يا عمر عشان تنقل، يعني هو نجح بنسبه 70% في الجزئيه ديت، لكن الجزئيه اللي احنا ضعفتنا وتعبتنا الجزئيه الهجوميه اللي هي فيها شيء من الصعوبه، شيء من محتاجه وقت، محتاجه تدريبات، محتاجه جمل تتحفظ بيها هؤلاء اللاعبين. لما بننقل للجانب الهجومي جملنا كلها محفوظه في حته الكونتر اتاك او السرعات اللي موجود عليها محمد صلاح، او كوره ثابته اذا كان عبد الله السعيد، او سرور الباص اللي يقدر عبد الله السعيد يوصلنا للمرمى، لكن ما بتحسش ان منتخب مصر له شكل وله اداء في الجزئيه الهجوميه، لكن له شكل واداء في الجزئيه الدفاعيه. يعني احنا يمكن اقل الفرق العربيه اللي ظهرنا بهذا المظهر يمكن في المونديال. لما بص للمغرب هتلاقي المغرب ليه شكل وليه اداء وليه بالظبط 31 في تصنيف المنتخبات، حتى ايران، حتى تونس، يمكن تونس بمكسبها لبنما يا كابتن عصام كمان حطت رجليها، ويمكن خلت الناس تنسى اللي فات بمكسبها لبنما، يعتبر مكسب مشرف لتونس، يحطها على الاستراتيجيه الجديده اللي بيفكر فيها يمكن نبيل معلول. فعايز اقول لك ان احنا
مقصرين بشكل كبير جدا مستر كوبر في الحتة الهجومية اللي احنا ما قدرناش يا عمر نوصل بيها اللي كان يتمنى الشعب المصري انه يشوفها في كاس العالم، يحصل نوع من التطوير نوع من التغيير، وكان عندنا فرصة الست اشهر تمن اشهر دول ان يحط الجزية دي يحط البصمة دي. هو كان يرفض لانه واضح ان الطاقم كله اصر ان المنتخب يبقى اللعيبة الرجالة اللي بدأت معاه حصته. طب هل حضرتك استاذ عصام انا عايز اخد حضرتك للنقطه دي، هل هو فرض نظام على المجموعه كلها ولا طبعاً على 15 16 لاعب هو شايف ان هم دول الاصلح؟ هم دول الاصلح واللي سمعوا الكلام، لكن كانت هناك تهديدات كرويه. يعني صلاح اخر ماتش ربنا يا رب يديله الصحه كان باين عليه في الملعب انه حاسس بانه التركيز ضايع، وانتوا يعني ده كابتن مصر وحضرتك لعبت كوره وازعم ان شغلتي فبحاول ابقى فاهم. لما مدافع دولي يطلع عامل ايده كده يبقى مش مركز، لما راجل واخد واحد وطالعين على الاوت ويزقه يبقى مش مركز، يعني بحسب معلوماتي يعني. ما الذي فقد لاعبين تركيزهم؟ اولا فكره ان الاوض تتحول استوديوهات والحلقه كنت هناك في طبعا مع المنتخب طبعا يعني اسال حضرتك. فلما صلاح يشد الشورت بتاعه هيعايز يفرتكه، يا مش كتير صلاح احساس بان زمايله بدون تركيز. حتى النني انا اسف يعني اللي كل الناس تقول لك النني فين، والارسنال ده يعني مثلا كابتن ناصر النني قريب فينجر عشان يلاعب ابنه، لكن النني وانت بتبص على الملعب بيراقب زمايله وبيراقب المنافسين وبيقعد يكلم طارق حامد الرئه البيضاء، لكن طارق بقى متنشن وبقى بيخش اجريسيف. الاهم انه صلاح اخر ماتش اللعيبه بتخرج في الميكسد زون ومش عارف الثقافه دي هنكسبها امتى. لا انت بتسقف للفانز اللي هم اول حاجه في الاحتراف بيدفعوا التذاكر ويشتروا الكوفيات والعلم، فتسقف لهم غالب او مغلوب يعني بالزبط. لم يفعلها الا صلاح. لعبتنا بره شويه بقى في الميكسد زون ما بيعبروش وكالات الانباء ولا فلقيت صلاح والاغلب بيجي يسلم عليا مشكورين فلقيت صلاح. ف الحقيقه كان لازم اقول له اللي انا هقوله لكم ده، قلت له احنا كلنا خذلناك يا صلاح. يعني انا شايف انه ده المحترف الحقيقي يعني. طب ليه استاذ عصام؟ لانه لما يبقى صلاح متضايق انه الريد لاين اللي معمول في الاوتيل كان معمول الحقيقه، لكن برضه لم يمنع اللاعبين من قله التركيز في حجراته. محدش مين اللي مسؤول يا استاذ عصام عن تركيز اللاعبين داخل فندق الاقامه؟ شوف مهما قلنا عن سيستم اداري قوي ما كان يجب انه برضه اللاعب كان لازم يحاسب نفسه في وقائع. اولا لما اتنين من مفتي الجمهوريه يفتوا بان كره القدم تحولت لعمل وان العمل عباده وان رب العباد يحب من ياتي رخصه، فحضرتك تصمم تصوم وفي ماتش ودي في سويسرا في رمضان فرق الموز والعسل بان في الشوط الثاني مش فاكر البرتغال ولا ايه كويس، فتروح تصوم. كانت مباراه بلجيكا واعتقد قبليها كان في مباراه في ماتش يعني اللعيبه فكت صيامه بين الشوطين، فطبعا على موز وعسل مش هينفع ياكل. باري يا اخي انه لا في اولا صحتك العامه قد تكون بخطر واخد بالك. طبعا كل واحد يقول لك يا عم لا في رخص ربنا اداها للناس. يا اخي افتكر ان انت لو عملت ده بتطعم مسكين وبتطلع صدقه، شوف ربنا بيخليك تروح فين ونعمه بالله، لان العمل هو العباده. طب قول لي بقى رايك في اللي يصوموا الستة البيض، بالله عليك ده كلام اللي هم ممكن صيامهم في اي وقت الاغلب الاعم من اللعيبه. يعني هل يعني حضرتك بتقول ان في لعيبه صامت الستة البيض اثناء مباريات مش هينفع بقى الاسباب لانه كلهم يعني من اعمده يعني الفريق. ايام المباريات كان في لعيبه صايمه يا بيك ايوه صاموا الستة البيض كمان واخد بالك، فهيدخلك في عركه مع رب العباد. لكن ربنا قال ان العمل هو العباده، والا يا اخي يرزق من يكفر بما دام قد ادى عمله. يا اما الاشقاء في السعوديه بدل التراك طواف وداع في صوب البرازيل ويرقعوها كل يوم 6-0 عادي جدا. لا القاعده مش كده. ضيف لذلك بقى لما صلاح قلت له كده قال لا شكرا يا استاذ عصام دي بلدي، ومش اي محترف بيقول كده، اي محترف من جنسيات كثيره جدا مش هقول كله ممكن كان يقول لك انا هفضل على العلاج انا اسف يعني، حتى لو راح هيروح كاس العالم مع الفريق، لكن الراجل غامر وكذا. فقلت له ارجوك سبوتك اللي هي الوكاله الرئيسيه والاذاعه الرئيسيه عايز يتكلم حد من المصريين، روسيا ومصر دي حاله حضاريه طبعاً ممتده طبعاً على مدار تاريخ طويل. قال لي حاضر يا استاذ صلاح. فراح يكلمهم، انا بقى سامع الحوار هم بياخدوا منه مصري وحد بيترجم روسي لما هيزيقوا يعني. قال لهم لا كان هناك الكثير داخل الغرفات المغلقه، الكل ذهب نحو مصالحه
بيتكلم عن الزملاء يعني ما قالش بقى عشان صوره، لكن قال بقى لأنه هو تعود يقول كلام حقيقي بره، مش كل كلام تقوله لازم يطلع لا ما حصلش يا أخي، حصل عشان نطوره واخد بالك، حصل عشان نصلحه. وقال كمان أنا بعتذر للشعب المصري مشكور عليها طبعا، وقال إنه ده اللي حصل بالضبط، لكن هناك الكثير مما لا أستطيع الإفصاء عنه، مش في السلوك، في الـ في الـ في الاحتراف، قلة التركيز، الانشغال، اللي كذا اللي ماذا في الكرة، البعثات المصرية أقسم بالله وعلى يقين إنها الأكثر يعني فخر لما تبقى معاه في مسألة سلوك، عشان ما حدش بس يروح بعيد وحبها البلد. ما أنا بقول لك لأن العالم والحكاية دي عندنا حالة تانية. والسلوك يا كابتن بأمانة من الناشئين للكبار ما شفتش حاجة تشرفك قد بعثات، فالسلوك ده حطه على جنب، لكن التركيز، التركيز مفقود تماما. ضيف بقى لكده ان الراجل صمم يروح كاس العالم بالرجاله باللغه دي اللي ما عرفش زرعت عنده ازاي رغم انه خواجه، لكن اكتشفنا ان سامبولي كمان عاملها اهو، واخد ماسكيرانو ومش عارف مين ومين ليه، لانه دول الرجاله اللي اجتهدوا معاه. بس في كلام طالع على سان باولي ان هو دايما بيرجع لميسي علشان ياخد رايه في اللعيبه اللي بتبقى موجوده في الملعب، عشان كده شفنا، وفي اخبار تانية بتنفي، فعشان كده شفنا فشل ذريع لسان باولي مع الارجنتين. ما انا بقول لك يعني واضح يعني ان كل المنتخب كل يعني في الاخر، ما هو انت برضو بتاكد ما في الاخر انت برضو بتاكد اللي انا قلته، ما هو ميسي يبقى عايز الجيل اللي معاه، مش عايز بقى حد اجدد. هو حضرتك طبيعي لما مدير فني طبعا، حضرتك طبعا عارف، واكيد طبعا الكابتن مال عارف، لما يبقى محوره الرئيسي لاعب واحد فقط ويهمل الباقي اللاعبين، اكيد طبعا ده بينعكس زي ما كلنا قلنا لمنتخب مصر. الله ينور عليك، لانه ما تقوليش ان الراجل زي ما كانت الناس عايزه ياخد فرودين على الشحات على جمعه على اي حد في ال20 شهر، ال20 يوم قصدي الشهر اللي قبل كاس العالم، كان لازم ياخدهم في اللي بيقوله الكابتن ماهر اول ما وصل، اول ما وصل عشان يبقى عنده تطوير للهجوم. يا كابتن مش ممكن مدرب يبقى بيلعب ب 11 و3 بيسخنه من بدري، يعني انت بتقول اللي قاعد على الدكه الثانيه ايه؟ ادي لاعب والثلاثه ينزل منهم اثنين وواحد ينزل اخر سبع دقائق، لدرجه انه انفجر فيه كهرباء اخر ماتش، يعني كهرباء انفجر فيه اخر ماتش، بيدي له تعليمات قال له اسكت خلص الكلام. يعني اللقطه دي كانت طبعا طبعا. وانا مش هقول لك بقى نعذر اللاعب ولا لا، ما هو ده ضمن كمان المنظومه اللي تبين لك انه كان في حاجات هنا. الامل بقى انه زي ما قلت لك قبل ما انضم لنا الكابتن ماهر، انه المنسى انا مريده وانا مش هسال حد تاني في اتحاد الكوره، لان هذا هو الرجل اللي بنينا احلامنا معاه واللي عملها قبل كده في ظل قياده اللواء حرب الدهشوري في بدايه تكوينه، عمل لوحات زينا زي اوروبا، طلع منها جيل بمدربينه، طلع منها جيل حسام غالي، جمال حمزه، اليماني، وائل رياض، مش عايز انسى بقى، والعتراوي، وابو المجد وابو مسلم. ابو المجد ده في الارجنتين الملعب كان بيتملي، لو ما حدش بصاله الملعب يصفر من جمال الاداء. طلع منها بقى مدربين، شاوي غريب، حماده صدقي، احمد سليمان، بعدد جديده كده لانه كانوا بداوا يسافروا ويطلعوا، لعبوا 54 ماتش قبل كاس العالم. بقيه الصبورات دي راحت على فين؟ كلهم كانوا من الاقاليم على فكره، الاهلي والزمالك اشتروهم يا كابتن. الجيل بقى بتاع شوقي والولا عمرو زكي واولادنا دول بقى وانت جاي كده، دول اللي كانوا نتاج اعداد. النهارده عايز تتكلم في الكرة، اوعى حد يقول لك عايزين باكرايت بدل باكرايت وباكليفت. عايزين نعرف عندنا كام لاعب محترف، 17 لاعب محترف، لا كام لاعب محترف يا كابتن مسجلين حتى خارج مصر. سيبك من اللي بره مصر، اللي بره مصر ده انا جاي لك بقى، لان احنا عايزين اراده الدوله. اراده الدوله ان يبقى في صناعه. يعني ايه؟ يعني ما حدش خوفه من التدخل الحكومي، اي زائر لسويسرا بيعلق هنا بتاع زائر ويزور الفيفا كمقر. يا معالي الوزير روح، لانه احنا داخلين على منطقه ضبابيه، عارف يعملوا ايه؟ يقول لك لجان تقص حقائق الاخوه بتوع لجنه شباب الرياضه، اللي هو ما فيش برلمان في العالم بيعمل ده، عشان هم اصلا حطوا قانون اعور لانه كلهم رؤساء انديه. انا اسف يعني، دي مش مساله زمم، كان لازم ينتبهوا لده. انت بتناقش على طاوله الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي واقع بشان الجزائر، تلاقي روراوه لو عضو بره الاوضه، تلاقي انا بريده لو مصر بره الاوضه، دي حاله صفاء واخد بالك. وبالتالي عايزين بقى نعرف ورقه مترجمه، مش كل واحد يقول لك انا بقترح ان اتحاد الكوره يبقى لعب كوره. ليه يا عم؟ ده الراجل الفلانجي ده كان بتاع طايره، وبلاتر كان بتاع سباحه، وبلاتين يعني لما ترشح يترشح لانه شافوا فيه سمات اداريه كويس، لكن احنا بنهدر كل الفرص. عايزين قاعده حقيقيه، عايزين نعرف الانديه يا كابتن اللي الاحتراف بيقول انه اول ما تدخل كره القدم
أن تشتري التذكرة صح ولا أنا غلطان والمج والكوفية والسيفونير وكذا. عايزين نعرف بقى في أندية في الدوري بالمناسبة لولا أنها عملت بنية تحتية لودعنا الدوري مش الكرة المصرية لمسواها الأخير، مشكورين عليهم. لكن قول لي دول يلعبوا فوق ليه؟ دول زي كل العالم يستثمروا لغاية 11 سنة، المنشآت دي تبقى منشآت شبه الأندية للمناطق اللي معمولة فيها باستاداتهم بأنديتهم، ثم شراكة، مش هنقول أسمائهم دلوقتي لكن أنا هفضل على الملف ده كويس، ثم شراكة باسمه على المنصورة وعلى الترسانة واخد بالك وعلى السويس وعلى كل الفرق الشعبية اللي بتندثر، لأن دي عندها جمهور. وترجع تاني الليالي السوداء كرويا طبعا اللي انت عشتها وانتوا بتلعبوا في المحلة صح كده ولا لا، والمنصورة طبعاً والترسانة والسويس ولا أنا غلطان؟ آه طبعا اختلفت يعني اختلف الجمهور. هو ده الكلام يا عمر قبل ما تنين عند الكابتن ماهر اللي المفروض يتناقش دلوقتي إرادة الدولة ان يترجموا لنا ورق الاحتراف بالعربي يا جماعة، مش نعمل لجان قال ونجيب نجوم الكرة مع احترامي ليهم ونجوم الإعلام مع احترامي ليهم. يقولك أنا بقترح ان الدوري يبقى شمال يمين، أنا بقترح ان 6-8-2، لا أنا عايز ورقة احتراف زي كل العالم. اللاعب ده يمضي ليه وهو طالب؟ يمضي ليه يا راجل؟ احنا في نكت بتتقال على اللعيبه المصريين لما يعرفوا منه وما بيقولهاش تاني، ونجوم في انجلترا، اصل انا عندي امتحان في الجامعه. نعم جامعه يا نهار اسود، انت في الجامعه؟ من ايه اللي جابك هنا يا جماعه؟ يا جماعه هذا الهزل وعدد اللاعبين والاكاديميات اللي قلتها لك واعيدها تاني للكابتن ماهر واترك ليه الحديث يا كابتن، الاكاديميات اللي هنا دي ظلم، الاكاديميات دي سرق الاحلام المصري ما عدا اللي بتتعمل في الانديه لاولاد النادي اللي ابوه بقى عايز يلعب كوره بس مش همه هيبقى محترف ولا محترف ولا لا. لان انت اما تاخد من الناس 3000 جنيه ولا حتى 450 في حته شعبيه في ملعب يجيب للواد اصلا يعني اللوز، مش هقول لك رباط صليبي، ها ويعين امه بعد حلقه. طب الشريحه الاغنى حماده وتوتو، يبقى هنوقف اللعب واخد بالك عشان ياخد حاجه حلوه مش عارف ايه. طب الاكاديميات بقى طبعا حضرتك عارف في افريقيا معموله ازاي، اللي هو بيكتشفوا الاولاد ويصرفوا عليهم هم واللي خلفوهم، دي استثمارات. الجزء الاخير ثلاثه من نجوم كره القدم العالميين فيهم نموذج مصري ما يزعلش مني، الكابتن حازم امام. الشغلانه مش بتاعه ميسوري الحال بصراحه شديد. فيالي وابوه كان من كبار المساهمين في شركات سيارات كده من الحاجات الغريبه طبعاً. كاكا البرازيلي طبعاً. وابوه من كبار اصحاب سفن الشحن دي حول العالم وناقلي الاجهزه وعنده شركات في مزارع بن. والكابتن حازم امام ما كملوش في الكوره، انا اسف ليه يا عم، ما عندوش شيء مغري. لكن لما تروح بقى لرونالدو الكبير في 98، وانا زوجتي شغلها السياحه واللغه الفرنسيه فكنا هناك، فحضرت حاجه كده، فحد ساله سؤال من وكاله الانباء الفرنسيه لانه كان واخد لخطيبته ساعتها مكان تاريخي كده، قصر تاريخي هو فندق، خده كله ببحيره لوحدها سوزانا دي كويس. فبيقولوا له يا عم ايه ده، انت بتولد الطموح ده ازاي؟ قال لهم كل ما افتكر ان الخمسة دولار كانوا حلمي انا وامي وانا طفل عندي 10 سنين بشتغل في مسبك لازم العب. يا جماعه الكوره محتاجه سيستم من اول وجديد، الكوره محتاجه ان المهندس هنا بريده اللي الناس وثقت فيه، مش عايز اقول فساد حاشا وكلا ما اتكلمش في الزمن، لكن يعيد صياغه منظومه طاوله اتحاد كره القدم. عنده شغل يا عم غير الكوره يتفضل، لازم اللي على علاقه باللي بيشتغلوا مع الاتحاد بوضوح شديد، الجمع اللي بين وظيفتين يا كابتن ممنوع يا كابتن، لو بتورد رمل وزلط يبقى فيها قارب الدرجه الثالثه، ازاي هنشتغل مع شركائي التجاريين واللي بيستثمروا معايا، ازاي اروح اشتغل عندهم واجي بقى ايه اشوف العقد بتاعه طب اوافق ولا ما اوافقش؟ يا جماعه المنظومه محتاجه اراده الدوله، إرادة الدولة دي يا كابتن عصام عايزة حلقات يا عمر طبعا. انت تركت يا كابتن عصام بصراحة يعني جانب من الاحتراف اللي احنا بنسعى ليه، احنا نتكلم عن ان احنا بقى عايزين نجيب احمد جمعة علي جمعة ومحمود جمعة عشان نعوض اللي فاتنا، احنا عايزين ملايين اللي طبعا. واخر حاجة لابد للوزير اشرف صبحي، وانا كنت عارضها قبل كده واعوذ بالله من الكلمة، انه ينبه على الاندية العامة قبل الخاصة من اول نص مليون يورو يطلع اللاعب في سن 17 سنة، وفي كده في المنتجات الاخرى بونص للتصدير على فكره، يعني بتصدر موالح بتصدر بضاعه الدوله بتروح مديالك هامش ربح من عندها، يا سيدي اديله 15 مليون كل ما يطلع عمر ربيع يا سيدي. من غير كده يا كابتن احنا بنهرب. لا طبعا طبعا طبعا. قبل ما نستكمل حديثنا مع نجومنا الكبار في الاستوديو نروح لتقرير سريع عن اخفاقات المنتخبات العربيه في كاس العالم روسيا 2018 ونرجع نكمل مع حضرتك.
طالما تغنى العرب بأن الحلم ما هو مستحيل، إلا أن كل هذه الأغاني والأمنيات تحطمت على جدران الكرملين في مونديال روسيا بعدما تبخر الحلم العربي بمونديال روسيا 2018 بوداع المنتخبات العربية الأربعة: مصر، تونس، المغرب، السعودية. منافسات الدور الأول للمسابقة جاءت بخفي حنين للمنتخبات العربية. كانت الجماهير العربية تتمنى ألا تنتهي مغامرة منتخباتها مبكرا في ظل وجود أربعة فرسان يحملون لواء الكرة العربية بالمحفل العالمي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. مشاركة المنتخبات العربية في مونديال روسيا حظيت بالعديد والعديد من الأرقام التي حققتها في النسخة الجارية من المسابقة. رفعت المنتخبات العربية غلتها من الانتصارات في كأس العالم للرقم 10 عقب فوز السعودية على مصر وتونس على بنما، حيث كان أول انتصار عربي في تاريخ كأس العالم من نصيب تونس على المكسيك في نسخة 78. عادل المنتخب السعودي الرقم القياسي لانتصارات العرب في تاريخ المونديال متساويا مع المنتخب الجزائري ولكل منهما 3 انتصارات. المنتخب المصري استمر دون أي فوز في المونديال خلال مشاركته الثالثة بنسخة 2018، حاله حال منتخبات العراق والإمارات والكويت. أما المنتخب المغربي فبات هو أكثر المنتخبات العربية تهديفا في تاريخ كأس العالم برصيد 14 هدف عقب تسجيل هدفين في شباك المنتخب الإسباني في لقاء الجولة الثالثة. صحوة متأخرة وسبع نقاط جمعتها المنتخبات العربية بالجولة الأخيرة للدور الأول بمونديال روسيا عن طريق تعادل المغرب أمام إسبانيا وفوز تونس على بنما والسعودية على مصر، في الوقت الذي لم تجمع خلاله المنتخبات العربية أي نقاط خلال أول جولتين، وكانوا أول من ودعوا السباق وتحديدا مصر والسعودية. في الجولة الثانية الثنائي وهب الخرزي نجم المنتخب التونسي ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري جاء على قائمة هداف المنتخبات العربية في روسيا، حيث سجل كل منهما هدفين وبات على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم القياسي لهداف العرب في المونديال السعودي سامي الجابر حال تسجيلهما في النسخ المقبلة من كأس العالم. المنتخب السعودي تصدر قائمة المنتخبات العربية الأكثر تعرضا للهزيمة برا 10 خسارة خسارة، وأكثرهم تلقيا للأهداف ب 39 هدف بعدما تلقى هزيمتين جديدتين، واهتزت شباكه 7 مرات في نسخة 2018. المنتخب التونسي حقق أول انتصار له في كأس العالم منذ 40 عام، حيث كان انتصاره الأول والأخير قبل نسخة 2018 في مونديال 78 على حساب المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما حقق المنتخب السعودي أول انتصار له منذ نسخة 94 والذي كان على حساب المنتخب المغربي. المنتخب السعودي حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال مواجهاته العربية الخالصة بالمونديال، فقبل الفوز على مصر سبق له الانتصار على المغرب في 94 والتعادل أمام تونس في 2006. خروج غير لائق وصورة غير مشرفة للمنتخبات العربية الأربعة في مونديال روسيا، نتمنى ألا تتكرر في المستقبل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم مع اثنين من القامات الكبيره جدا في الرياضه والصحافه المصريه، الاستاذ عصام شتوت والكابتن ماهر امام. كابتن ماهر، اخد من كلام الاستاذ عصام على رده على 16 لاعب فقط، هم دول كانوا تركيز مستريكتر كوبر عليهم، او هم دول اللي كان عليهم القوام الرئيسي لمنتخب مصر. هل حضرتك شايف ان 16 لاعب فاحنا بقينا منتخب سهل لاي منافس ان هو يقرا طريقه لعبنا، يقرا تغييراتنا، يقرا اللعيبه اللي دايما بتكون موجوده في التشكيل الرئيسي بالتغييرات؟ يعني التبديلات معروفه، كهربا رمضان صبحي دايما بيبقوا اول تبديلين موجودين، فبالتالي بيكون سهل على اي مدير فني ان هو يقرا منتخب مصر. هل الكلام ده فعلا صح، ولا ممكن يكون المدير الفني عنده بقى وجهه نظر او عنده تكتيك معين خلال او اثناء سير المباراه؟ بص يا عمر، احنا طول عمرنا اتعاملنا مع الخواجات على حته ان طول عمر الخواجات بيحبوا ان هم يركزوا في العدد المناسب داخل الملعب، اللي هو يحصل نوع من التركيز من خلال هذا العدد. العدد ده كابتن عصام ما بيزيدش عن 18 لعيب، واخد بالك؟ وبعدين الباقي بيبقى طبعا مع المدرب العام او مع الاسيست في سبيل اللي يحتاجه يقدر يخش
يكمل المشوار مع 18. التانيين دول عندهم الريديف بيلعب تاني يوم. يعني انا عايز اقول لحضرتك على نقطه يعني منتخب كرواتيا في اخر مباراه ليه امام ايسلندا بعد ما ضمن صعوده بست نقاط، المدرب عمل حوالي 8 تغييرات تمام في التشكيله الرئيسيه وكسبوا منتخب ايسلندا 2-1 على ما اتذكر. فهل حضرتك شايف ان ان ان, إن اي لاعب يكون موجود في منتخب مصر لازم يكون المدير الفني عامل حساب ان هو يكون موجود او يدفع بيه في اي وقت، ولا هو مجرد منظر؟ لا، هو من خلال اختياراته والاستراتيجيه اللي هيبدا يشتغل عليها اختار النوعيات دي من الدوري العام والمحترفين اللي في الخارج يعني. تمام. فاحنا وصلنا لمرحله ان بقى عندنا حوالي 18 لعيب يمكن او 19 لعيب او 20 لعيب هم دول قوام المنتخب المصري اللي بيعتمد عليهم مستر كوبر بشكل كبير جدا من خلال كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم وبعدين كاس العالم اللي احنا اتفرجنا عليه. هو حتى كمان يمكن كان عنده يعني عداله وشفافيه في حته الاختيار، ان هو قال لك ان المحليين من خلال الدوري العام ان انا اللي بيجتهد بيبدا يخش خلال فتره معسكر للفريق القومي، لكن هو عمر اعتمد على معظم الناس اللي اختارها ال 23 لعيب او 25 لعيب اللي هم اختارهم اول مره. هو اعتقد ان ال 25 دول هضموا بشكل كبير جدا الفكر اللي هو بيفكر فيه، الاستراتيجيه اللي هو رايح ليها، طريقه اللعب اللي هو بيشتغل من خلالها دفاعيا وهجوميا، فبقى عنده ثقه في العدد ده ان العدد ده هو اللي يقدر يكمل معاه. بالنسبه للوافد الجديد قال لك ان هو الوافد الجديد هيحتاج وقت عمال ما يبدا يهضم شكل وطريقه اللعب اللي انا تعايشت فيها او عشت فيها مع ال 25 لعيب اللي كانوا موجودين من خلال الاختيار الاولاني. بعض المدارس يا عمر والاجنبيه بالذات بتحب انها تثبت التشكيل، يعني الناس تقول لك ايه خلاص هم دول ال 18 اللي معروفين، ال 11 اللي هيبقوا داخل الملعب والبدلاء اللي هيبداوا يتغيروا من خلال يعني اوقات المباراه. وبعض المدارس الاخرى تقول لك ايه هثبت لكن مع المشوار هبدا اغير في الاشخاص، يعني هقدر اجيب واحد من هنا اجتهد في الدوري او كان محترف بره مش موجود معايا في المرحله دي اقدر اضمه في المرحله دي. هل الكلام ده ينطبق على طبعا ممكن ينطبق على بطوله الدوري 38 ماتش فمدى طويل بالزبط. هل ينطبق على بطوله قصيره المدى زي بطوله كاس عالم ان لو حصل اخطاء افضل مصمم ومثبت تشكيل واهمل اللعيبه اللي موجوده على مقاعد لا طبعا لا ولا طبعًا. يكون لا طبعا لا طبعا واحنا شفنا يمكن كاس الامم الافريقيه الكابتن حسن شحاته اللي فاز فيه يمكن 3 مرات شفنا التغييرات اللي كانت موجوده والتدوير من خلال اللاعبين اللي موجودين. يعني انت اتكلمت ان انا كابتن عصام لما ابدا اوصل للمرحله اللي بعد كده وضمنت ابدا العب الثمانيه اللي موجودين بره او 9 اللي موجودين بره عشان الدور اللي بعده بالظبط عشان الدور اللي بعده. لكن في خطا يمكن وقع فيه مستر كوبر ان حتى المباريات الحبيه الدوليه بدأ يغير من بعد المباراة الأولانية كابتن عصام مباراة البرتغال فوجئنا إن هو مغير 11-1 وبعدين المباراة اللي بعديها غير 11-1 وبعدين المباراة اللي هي احنا اعتمدنا إن خلاص ده هيبقى التشكيل الأساسي اللي احنا هنبدأ بيه مثلا مباراة أورجواي في كأس العالم راح مغير الناس. شوف يا كابتن أنا عايز أقول لك إن التغييرات ديت ما كانتش في صالح المنتخب القومي بشكل كبير جدا. طبعا بص بقى الثبات الثبات يا كابتن عصام لما جه أعلن الأسماء النهائية وريم نسي مش عارف جه ولا لسه ربنا يا رب يكرمه. اما اتقابلنا هناك قعدنا نقرا كده وانا بننقر بعضينا كاصدقاء وعشره عمر يعني قال لي تصدق عشان يبقى جمله الراجل مش جملتي في لعيبه عماله زي ده والله لو رحنا قبل النهائي ما هيلعبوا بالمراكز يا كابتن من غير اسماء طب الراجل قال لك ايه شيكابالا مكان على فكره لازم تعرفوا ان شيكابالا الوحيد اللي لالاوى بوزه بالبلد يعني زي ما بيقولوا كان طول الوقت بيطبطب على اللعيبه وبيحمسها شهاده لله طبعا يعني ابن طبعا. مصر بجد ان انت قلت ان ده مكان عبد الله طريقه فبالتالي غيرت 4-4-2 ولما غيرت اقول لحضرتك المبررات خد بقى كلام صلاح بقى انه الراجل على الكابتن ماهر ضمن الحكايه بتاعه التصريحات دي انه الراجل صمم قال كمان انه الطريقه فرضت على اللاعبين لان المدير الفني هدد اللاعبين منذ قدومه ان اللي هيخرج من الاطار مش هيبقى معاه. بص يا كابتن عصام انا عايز اكلمك على الطريقه دي لو سمحت. المدير الفني بيحط طريقه واستراتيجيه في خطته بالنسبه للدفاع والهجوم
لكن مرونه اللاعب الدولي مش عايز مرونه أيوة. مش عايز المرونه بتاعت اللاعب. انا خد بالك كابتن عصام يعني انا عايز اقول لك عمر ان في عبء واقع على اللعيبه كمان يعني مين. انا عايز اقول لك ان ممكن المدرب بيبقى فيه خطوط عريضه بيحجمني من خلالها حضرتك. لكن اللاعب الدولي عنده مرونه تكتيكيه هو قال لي خش من العمق لكن انا شايف ان الاطراف اسهل النهارده في مباراه الارجنتين وفرنسا الفرنسا نازله من اول المباراه مقفله على الارجنتين وكسبانه 1-0 والارجنتين مش عارفه تخترق فرنسا لا من العمق ولا من الاطراف ولا من اي حاجه وبحل فردي لدي ماريا الكوره جات له في التصويب بالظبط هدف التعادل الارجنتين بالظبط فعايز اقول لحضرتك ان فعلا بيكون جزء المدير الفني بيتكلم جزء الداعي للاعب داخل وهقول لك حاجه عمر احنا خد بالك كابتن عصام يعني لو نرجع بالزمن لورا شويه احنا في اولمبيات لما رحنا اولمبيات لوس انجلوس 84 85 الكابتن عبد الصالح الوحشي كان على الاداره الفنيه الله يرحمه هو كان في فات شعبان وكانوا طلبوا مننا احنا في الجزائر نبدا المباراه زون يعني نص ملعبنا طبعا. خلاص بعد 10 دقائق بص القياده بقى بص الكابتنه لما بدانا نحس ان احنا خدنا الثقه في خلال 10 دقائق دول خلاص فالكابتن محمود الخطيب قال لنا ايه بيبو قال لنا ايه نطلع لقدام شويه نعدي الكوره هو خلاص طبعا هو ده قائد يعني قائد زي بره بس انا عايز اوريك المرونه بتاعه القياده هي حصلت في منتخب مصر بالزبط. بس اللاعب ده تم استغلاله يعني عايز اقول لك المرونه اللي موجوده في القياده اللي داخل الملعب زي القياده اللي موجوده في خارج الملعب كابتن محمود الخطيب حس ان احنا قادرين ان احنا نروح للجزائر او احنا نبادل الجزائر في الهجمات مش هنقعد زون بقى طول النهار فراح قال لنا يا جماعه ايه نبدا يا ماهر يا برامي يوسف نبدا نزق الناس عشان نبقى من تلت الملعب قدام القوس في نص ملعب الجزائر بعد تلت الساعة كابتن عصام وصلنا للتلت القداماني يعني بينا الضغط على الجزائر من عند ال 18 بتاع بتاع ال 18 ده اللي انا عايز اقول لك بقى كابتن عصام ان هو يؤخذ على لعبتنا اللي هم موجودين 17 لعيب موجودين كابتن في الدوري الاوروبي كابتن حلاق صلاح بس كابتن انا ما كنتش حضرتك انا ما كنتش اتكلم قال الراجل لا مش هو اللي بيحل ما عنده الحلول قال الراجل هدد اللي هيخرج عن الخطه بالاستبعاد انا بقول لك حلها بص يا كابتن عصام مهما هدد يا كابتن لكن انا صاحب القرار الاول والاخير داخل الملعب مش المدير الفني المدير الفني فيه خطوط عريضه بيتكلم من خلالها اذا كان في الطرق الدفاعيه او في الشق الدفاعي او الشق الهجومي لكن عايز اقول لك يا كابتن عصام انت في الشق الهجومي محتاج مهاره كل اللعيبه دي ذكاء كل اللعيبه دي سرعات كل اللعيبه دي لو شفنا الكابتن حسن شحاته كان بيدي حريه مطلقه ليه بركات وزيدان وابو تريكه وعمرو زكي انا شفت الكابتن جوار الله يرحمه وهو بيقول لعبد الستار صبري وهو حي اهو عبد الستار اعمل اي صنيه وكنافه وخلاص وحازم امام لازم تاخد تركيز تركيز ثلاثه عشان تبدا تفوق طبعاً. فانا عايز اقول لك ان احنا في لوم على الطريقه بالنسبه للراجل وشخصيته وادارته لهذه المباريات لكن في نفس الوقت كمان عايز الوم اللعيبه انا قلت كده والله القرار اللي موجوده داخل الملعب مفيش روح يا عمر شفناها من لعيبه منتخب مصر بصراحه يعني ال 104 مليون كلهم زعلانين قوي كلهم زعلانين من الجزئيه دي فين الروح لعيبه منتخب مصر والله فين 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 بلغه الكره الحميه فين القلب فين المصريين اللي موجودين 200 الف واحد موجودين في روسيا بيشجعوا المنتخب المصري مباراه السعوديه كابتن اتكتب على اللوحه طبعا عدد اللي دخل مفيش حد هناك بيدخل حد ببلاش ولا صاحبك 36400 منهم 30800 مصريين بالظبط كابتن كان يعني كان في بعض التصريحات في مباراه مصر وروسيا يعني احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصريه بيقول انا ما عرفتش ان في جمهور لروسيا في مباراه مصر وروسيا الا لما روسيا جابت الهدف الاول بالظبط فكان بيقول ان الجمهور المصري طاغي في مشاهدته يا جماعه لازم نحيي المصريين اللي جم من اوروبا وامريكا اللاتينيه وشرق اسيا انا اول مره اعرف في بلاد كده ناس انا شفت مواطن مصري بيشتغل في سيبيريا يا جماعه 50 تحت الصفر والله اسمه سيد ابو ليلى في سيبيريا وراح جاي من سيبيريا 23 ساعه بالقطر علشان يتفرج على منتخب مصر وبعدين يا كابتن عصام يا عمر في استهتار حصل من لعيبه منتخب مصر مع الاسف كميه التهريج اللي في التمرين كميه التهريج اللي في الفندق كميه التهريج اللي في الاجتماعات الكلام ده يا جماعه ما يصحش وما ينفعش حتى في فرقه درجه ثالثه يا كابتن حتى التهريج ده يا كابتن عصام بيعمل نوع من اللعيبه نوع من التخاذل نوع من اللامبالاه فانا عايز اقول بقى يا كابتن عصام
ده قرارات رئيس البعثه بيعمل ايه؟ قرار رئيس الاتحاد وقرار ارحل يا كابتن الكابتن جوهري الكابتن جوهري يا كابتن بس والنبي يا كابتن افتكر معسكر المعسكرات مشى احسن لعيب كان موجوده في مصر كان ابراهيم سعيد كان احسن لعيب موجود الكابتن جوهري صح كابتن في مالي الكابتن جوهري الله يرحمه خد قرار بمشيه مع انه كان قلب الدنيا لما خرج الدنيا كلها ضده عشان يعمل السلوك فعلاء سلوك تأكد لا تاكد عايز اقول لك وزهق اللعيبه طب انا عايز اسال حضراتكم سؤال المدير الفني المصري مع صلاحيات ومع ثقه انسب لقياده منتخب مصر ولا المدير الفني الاجنبي علشان ما يكونش عليه ضغوط وبالتالي بياخد دعم اكبر وثقه اكبر شوف بص انا كابتن على استاذنك كابتن عصام انا 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 جربت الاثنين بصراحه تمام. انا طبعا مع المدير المصري كل نجاحاتنا في معظم مراحلنا المراحل السنيه ربيع ياسين حمد صدقي شوقي غريب كابتن ربيع حاله الكابتن حسن شحاته طبعا الكابتن ربيع يعني نموذج من النماذج اللي بتربي صح اللي احنا محتاجينه لسه كنا بنتكلم وبيدرب واحنا خارج الهواء تعرف محتاج القياده الحكيمه اللي بهذا الشكل تدريبات تخصصيه ويروح شايط لك الكره بدل ما يحطها تشيب وداخل على الجون يروح شايطها في وش الجون المدير الفني كل مره المدير الفني لانه ما بيتمرنش المدير الفني اللي زي ربيع ياسين المؤهل واخد بالك انت اللي عنده خبرات اللي بيلف في جمهوريه مصر العربيه كلها عشان يجيب التشكيله من اللعيبه اللي هتساعده في طريقه اللعب اللي هو هيشتغل من خلالها محدش بيفرض عليه حاجه هو ده الشخصية يا كابتن اللي احنا محتاجينها حتى في منتخباتنا حتى في تكوين فرقنا حتى في قاعدتنا اللي احنا بنشتغل من خلالها تحت لكن عايز ارجع اقول لك ان المدرب المصري حالة انتقالية يا عمر طبعا صعب طبعا بيجي المدرب المصري وصل لمرحلة معظم مدربينا المصريين الموجودين على الساحة نضجوا بشكل كبير جدا عندهم شهادات على اعلى مستوى عندهم خبرات اذا كانت خارجية او داخلية لكن عايز اقول لك في حتة اصلاح البيت العامل النفسي بيشتغل بشكل كبير جدا مع اللعيب المصري من ناحيه التكتيك ومن ناحيه اللياقه البدنيه بيشتغل لكن مع المدى بقى كابتن عصام بنستعرض وحضراتكم بشكل كبير جدا على المدير الفني المصري لقطات امم افريقيا 2010 كابتن ماهر بص كابتن بعد كده عكس الخواجه طبعا كابتن حسن شحاته لانه كابتن شوقي غريب ومحمد صدقي وطبعا النجوم الكبار احمد حسن و جدو وزيدان وعمرو زكي واحمد متعب و ويمكن حسن عبد ربه وهاني سعيد ومحمد شوقي ومحمد شوقي نجوم بصراحه كابتن كل واحد منهم شخصيه محترمه كل واحد منهم قائد بشكل كبير جدا ساعدوا الجهاز الفني انه ينجحوا بشكل كبير المدير يعني. الفني المصري طالما ما حدش بقى يزعل منه طالما لم يجد لنفسه مكان خارج الحدود وبيستنى اما اتحاد الكره يختاره حتى لو هو كواليفايد 100% وده اللي عمله الكابتن جوهري فرض على كل المصريين اللي بيديروا الكورة الشعب بيحبه طبعا لأنه لما ما فيش هنا راح السعودية وراح الأردن وراح أنتج في بلاد أخرى فأتى كمال خواجة حسن شحاتة ربنا يديله الصحة لم يكن ليرضخ للرئيس الاتحاد ولا حد ولا الهوى قدام عيني كويس كلهم كده كانت عصابة شوقي غريب في عنفوانه وإحنا في الباص اتطلب منهم رئيس البعثة ساعتها كابتن أحمد شوبير إنه فلان يكلم القناة العربية اللي كانت قبل دي اللي كانت بتاخد الحقوق تعالى حسام مش فاكر حسام او حد فما كانش حسام تقريبا رضا شحاته كان كابتن التيم الرسمي كابتن الفريق مظبوط ايوه وحسام غالي طبعا نجم الفريق فقال له يعني ايه يا كابتن شوبير؟ قال له عشان الناس قالوا لي عايزين واحد قال له لا يا كابتن قال له لا يا شوقي يعني اخوات بقى وزمايل قال له لا يا كابتن حضرتك قال له شوقي ده رئيس البعثه بالراحه يعني قال له كابتن طبعا انت رئيس البعثه رحلني فورا ينحيني وحماده يشتغل لكن انا اللي اقول مين اللي يروح يا كابتن بعد اذن حضرتك انا عايز اقول لك يا كابتن عصام يعني قصدي اقول لك ان المصري لازم يصر ان يبقى خواجه ما هم موجودين يا كابتن على الساحه يعني عايزين يعني نضرب بالمثل كمان عشان نديهم حقهم حسام حسن موجود حسام البدري موجود طارق العش موجود طلعت موجود واخد بالك انا عايز اقول لك ان عندنا من المدربين المصريين الاكفاء اللي ممكن يديروا خلال الفتره اللي جايه مرحله انتقاليه بص يا كابتن لحد ما نروح للتقرير ونكمل طيب بعد قبل التقرير بص يا كابتن لا للجان بص يا كابتن إيميجا كيف فرنسا عمل جيل على مدار 8 سنين فبقى اولا كان عندهم بلاتيني يروح يلعب في اليوفي مش عارف ايه فرنانديز الراجل ديشامب واحد تاني كان اروبا كده ناحيه الشمال شكل الكابتن اكرامي شويه دي 6 اسمه المهم لما قرروا ان يبقى في فرنسا على الخريطه الاوروبيه جابوا إيميجا كيف كان معاه فريق عمل 13 واحد منهم جيرار جيلي اللي جه يدرب هنا فكانت فرنسا 98 ومستمر ليفينسكي جوهري بتاع الله يرحمه الكابتن جوهري بتاع اسبانيا في 2001 لما اسبانيا ما بقاش فيها الا هيرو ككابتن وبرده مره يطلطش وبطوله اوروبا لا 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 عملوا تيم وورك
اشتغل وبقت اسبانيا لغايه دلوقتي. احنا محتاجين خبير عالمي، بس مش خبير للتخطيط، مدير فني عالمي. الفتح للنبي بقى بالبلدي كده، ها، ومجد سيدك محدش يفرض عليه واحد مصري. لو قال عايز 13 واحد خواجه يقولوا له يا عم على الرحبه والسعه، بس يشغلوا معاه مصريين بيعرفوا لغات. انا اسف، وسيفيهم واضح راحوا فين وجم منين، كفايه بقى غير كده كابتن، وغير القاعده من تحت انسى المسكنات والحضانات. هنرجع تاني بس. طيب يعني هكمل كلامي طبعا مع حضرتك ومع الكابتن ماهر، لكن هنروح لتقرير. في جزء مهم مين يجي ومين ما يجيش، هنرجع نكمله ده سريعا بعد ما نروح لتقرير عن مكاسب مصر في مونديال روسيا 2018. رغم المشاركة المتواضعة لمنتخبنا الوطني في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة على الملاعب الروسية، ووسط كل السلبيات التي أحاطت بهذا الظهور السيء وتسببت في حالات من الإحباط والحزن الشديدين واللذين خيما على جماهيره العاشقة التي كانت تمني نفسها بتقديم أداء رائع يليق باسم الكرة المصرية وفريق معظم قوامه من اللاعبين المحترفين أندية أوروبية وعربية قوية، لكن سرعان ما تحول هذا الحلم الجميل إلى سراب بتذيل المجموعة الأولى بلا أي نقاط أو تحقيق إنجاز بتحقيق الفوز الأول في المونديال بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية من منتخبات الأوروغواي ثم روسيا، واختتام دور المجموعات بالهزيمة أمام السعودية قبل شد رحال العودة إلى الديار. إلا أن كتيبة أحفاد الفراعنة لم تغادر بلاد الدب الروسي من دون تحقيق بعض المكاسب التي قد لا تكون أثرت في مسيرة المنتخب خلال مشواره في أكبر المحافل الكروية، لكن البعض منها سيذكره التاريخ. في مقدمتها نجاح حارس المرمى المخضرم عصام الحضري في تحقيق الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في مباراة بنهائيات كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930 بعدما ظهر أمام منتخب السعودية وتصدى لركلة جزاء. شارك الحضري أمام الأخضر السعودي وعمره يبلغ 45 عام ليسجل باسمه رقما قياسيا يصعب تحطيمه، كما عدل محمد صلاح أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الماضي الرقم التاريخي المسجل باسم عبد الرحمن فوزي ليصبح هدافا تاريخيا للمنتخب الأول في المونديال مناصفة مع مهاجم مصر في نسخة عام 34 بإيطاليا برصيد هدفين سجلهما في مرمى روسيا والسعودية. من إيجابيات المشاركة المصرية في مونديال 2018 الظهور القوي لنجم النادي الأهلي محمد الشناوي ونجاحه في حراسة عرين الفراعنة خلال المباراة الافتتاحية أمام أوروغواي وتصديه ببسالة للعديد من الفرص والهجمات الخطيرة لينال جائزة أفضل لاعب في اللقاء عن جدارة واستحقاق رغم الخسارة أمام رفقاء الثنائي سواريز وكافاني بهدف من دون رد، ليحجز مكانا أساسيا بتشكيلة المنتخب في المرحلة المقبلة بعد عصام الحضري الحارس التاريخي لمصر من إعلان الاعتزال الدولي. استفاد المنتخب المصري ماديا رغم الخروج غير المتوقع من دور المجموعات ورغم كل الترشيحات قبل انطلاق البطولة التي أشارت إلى حقيته في بلوغ الثمن نهائي المونديال خلف الأوروغواي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، ورغم ذلك اكتسب الفراعنة أموالا بهذا الظهور ورغم الخسارة في كل مباريات دور المجموعات التي وصل مجموعها لنحو 12 مليون دولار أي ما يعادل 214 مليون جنيه تقريبا، حيث حصل كل منتخب متأهل للنهائيات على 2 مليون دولار قبل أن يضمن منتخب مصر 10 ملايين دولار أخرى رغم الإقصاء المبكر. اهلا بحضراتكم من جديد، وخلاص يعني الحلقه بتقرب ان هي تخلص مع 2 من القامات الرياضيه والصحفيه الكبيره اللي في مصر اللي مستمتعين بالحوار معاهم والكلام على منتخب مصر ومونديال روسيا 2018 والكلام على مستر هكتور كوبر والطريقه الفنيه واعتماده على 16 لاعب فقط، وايضا مع الاستاذ عصام على رايه في المنظومه القرويه والاداريه داخل مصر. يعني
اكيد قبل ما نروح للختام حابب اسال حضراتكم مين من الاسامي اللي ممكن تكون مرشحه لمنتخب مصر، او حضرتك تتمنى، حضرتك والكابتن ماهر تتمنوا ان هي تكون موجوده في القياده الفنيه لمنتخب مصر في الفتره القادمه؟ كل الشعب المصري بيميل الى تجربه زي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، ان هو يكون موجود عنده مرتبط. طبعا عنده خبره افريقيه، درب منتخب زامبيا، درب منتخب كوت ديفوار، حقق بيهم نجاحات مع منتخب المغرب. كمان منتخب المغرب عجبني جدا ان هو عنده ثلاث منتخبات منظمين جدا، منتخب المحلي والمنتخب الاول هيرفي رينارد بيشرف عليهم، وكمان منتخب اولمبي مع مستر مارك فوتا، فبالتالي في نظام مع منتخبات الناشئين، فهم يعني اقرب منتخب عربي لينا، بنحاول ان احنا نشوف تجربه ناجحه وان احنا نحققها. هل الكلام ده حضرتك شايف ان هو ممكن يتحقق في مصر؟ ما هو برضو جنب التركيبه دي، انا احنا كنا لسه بنتكلم والكابتن ماري يعني اكد على ده كخبير كروي انه كمان بيسيبوا اللعيبه تسافر على بره، دي حاجه. لكن الاهم اي مدرب هيجي هيمشي في شهر 6، اي مدرب هيجي هيمشي في شهر 6، لانه هيروح كاس افريقيا. طبعا احنا معانا سويسلاند وتونس، صحيح احنا مغلوبين ماتش تونس لكن في فرقتين بيصعدوا هنصعد. حلو، طيب حضرتك بقى هناك هل هيلعب نهائي زي كوبر؟ متهيألي مش مضمونه. لو ما راحش المربع الذهبي وقعته سودا، وبالتالي اللي جاي ده طق حنك زي اهالينا في الشام بيقولوا، او يعني مسحه زور. وبالتالي تقدر تجيب مين دلوقتي يقوم الشغلانه؟ طبعا في كتير، في كابتن ربيع ومضيا وهاني رمزي، لكن في واحد بقى هو اللي يقدر يعزل اللعيبه دي، ومش هيرضك بقى لا يروح باللعيبه حفله ولا يجامل حسام حسن. تمام، رايك كابتن ماهر سريع؟ مرحله انتقاليه يا عمر، زي ما اتكلمنا المدرب المصري واخد بالك هو افضل في المرحله القصيره اللي موجود عليها منتخب مصر اللي جايه، وزي ما قلت لك ان المدرب المصري بمرحله انتقاليه بيقدر يعد البيت تاني من الجانب النفسي، من الجانب المعنوي، بيقدر يقاوم اللعيبه. محتاجين شخصيه زي شخصيه مثلا حسام حسن، شخصيه قويه، شخصيه ملتزمه، بيحب وطنه بشكل كبير جدا، بيحب انه يكسب، عنده دوافع مالهاش سقف. هو بيشتغل وعينه على منتخب مصر، وطبعا ده هدف من اهداف اللي هو بيسعى اليها حسام حسن. يمكن حسام حسن هو اللي موجود على الساحه بقاله يمكن سنتين ثلاثه، حتى مع المصري مع الدوريات المحليه تحس ان عنده جراه، عنده شجاعه، عنده تنظيم دفاعي، عنده نزعه هجوميه بلا حدود. نتمنى ان حسام يخوض التجربه ديت، وان اتحاد الكره يبقى عندهم نوع من الشفافيه والعداله، وانه يدوا المدرب المصري خلال الفتره اللي جايه حقه، وفي نفس الوقت زي ما كابتن عصام نقدر نجيب خواجه ونجيب خبير عالمي اسم يبقى مكمل معاه. يعني طبعاً مش عيب يخطط ويشتغل معاه بالظبط، يقدر يسلمه كارلوس البرتو بيريرا جاب زجاله مستشار المدير الفني بالظبط، وخدت البرازيل كاس العالم. مش عيب، يقدر يسلمه قاعده من اللعيبه المحترفين اللي في الخارج، المحترفين اللي في الداخل، قاعده من اللعيبه وصل بها لمرحله معينه من الجانب البدني، الجانب المعنوي، الجانب الخططي. وبعدين الخواجه بقى بيجي عمر نوع من العداله ونوع من الشفافيه، ان هو بيكمل مشوار المدير الفني المصري، ويبقى في حلقه تنسيق مع بعض، طبعا مع مدير رياضي يا كابتن، كلام مهم جدا طبعاً. يبقى متابع مع الاجزاء الثلاثه ديت. انا شايف ان احنا نقدر نوصل تاني الخبير ده هيعمل اللي عمر بيتمناه، زي ما يبص مع حسام هيبص على الاولمبي وعلى الشباب اللي هو مع الانديه. حد شاف كوبا زي دلوقتي احنا بنقول مواليد 97، يبقى الفرقه اللي قريبه من الفريق الاول، فانا شايف ان الاولمبي هو الفرقه الوحيده اللي قريبه في التنسيق مع حد شاف الأول. كوبر بيروح يقعد بالجهاز احنا يعني يقعد مع المدربين مثلا يقول لهم نلعب 6 8 2 لازم يكون طبعا لازم التواصل يعني اكيد طبعا. يعني نفكر الساده المشاهدين بكره ان شاء الله يوم الاحد 1 يوليو هيكون في مباراتين في دور 16 في كاس العالم، مباراه اسبانيا وروسيا ومباراه كرواتيا والدنمارك. وصلنا مع حضراتكم الى الختام، حلقه كانت ممتعه جدا جدا، نتمنى ان هي كانت تمتد لفتره اطول من كده. بشكر كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ماهر امام على وجودك معانا، شرفتني ونورتني يا كابتن. الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، شرفتني ونورتني استاذ عصام. انا اللي بشكرك، وطبعا انا سعيد ان انا مع اخويا العزيز كابتن ماهر. سعداء بيك طبعا. يعني كنا مع اثنين من القامات الرياضيه الكبيره في مصر، واتكلمنا على
منتخب مصر ورؤية المستقبلية، واعتقد ان احنا اتكلمنا يعني فيها بوضوح، وان شاء الله يكون في حلقات تانية كتير نتكلم على المستقبل الكرة المصرية، ايضا ترشيحات المدير الفني القادم لمنتخب مصر. كل التوفيق للكرة المصرية في الفترة القادمة، بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد الساعة 10 نشوفكم على خير مع ماتشات جديدة في كأس العالم 2018 بروسيا. بكرة ان شاء الله ما تروحوش حتة غير على قناة الاهلي. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.